يا صباح الخيرات على كل حضراتكم. حلقة جديدة من 10 الصبح في الأهلي، مليانة أخبار عن المونديال بصفة خاصة. زي ما كنا بنقول لكم آخر كام يوم تتوالى المفاجآت، وكل يوم والتاني بنتفاجئ بحاجة ما كانتش لا في الحسبان ولا على البال ولا على الخاطر. هنتكلم مع حضراتكم في كل هذه النوعيات من الأمور، بس حضراتكم مشكورين تابعونا في حلقتنا النهاردة، وإن شاء الله وفقرات تنال استحسانكم. صباح الفل عليك. صباح الفل عليك يا كريم، صباح الخير على حضراتكم أكيد جميعا. ونهاية الأسبوع معنا أخبار كتيرة خاصة بالنادي الأهلي، وكمان طبعا الحديث لا ينتهي عن المونديال. معانا كل جديد في المونديال، وأكيد لحظة بلحظة بتتم تغطيتنا على قناة الأهلي. النهارده معانا فقرتين مهمين، هتكون فقرة أولى دكتور دينا أبو السعود، والفقرة الثانية هينورنا الأستاذ عبد المنعم فهمي الناقد الرياضي. خلينا بقى نبدا اول اخبارنا كريم معاك، وهي اخبار حلوه الحقيقه كلها. كابتن محمود الخطيب رئيس النادي اكد ان عائله الاهلي دايما قادره على عبور كل التحديات، وان القيم والمبادئ هي اهم ما يربط بين اعضاء الجمعيه العموميه. ده طبعا حصل على هامش اجتماع الجمعيه العموميه الذي لم ينعقد بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني. عبر كابتن محمود الخطيب عن سعادته البالغه باي تجمع لعائله الاهلي العريقه اللي دائما ما بتجتمع من اجل مصلحه هذا الكيان. ولفت الانتباه الى ان يعني اي خلافات في وجهات النظر لا يمكن ان تؤثر على وحده وتلاحم اعضاء النادي الاهلي. اشار كمان الى اعتزاز مجلس الاداره بثقه اعضاء الجمعيه العموميه للنادي، ووجه ليهم الشكر على تلك الثقه. عموما في يعني حاجات كتير كلها لطيفه حصلت، تعالوا نتعرف عليها وكمان نسمع جانب من كلمه الكابتن محمود الخطيب في هذا الاجتماع ونرجع نكمل. اتفضل. احنا ممكن نلتقي النهارده في بعض المواضيع كانت معروضه على حضراتكم. المواضيع دي هتكون بعد بس ما تعلن النتيجه، هتكون من يعني تعود مره ثانيه لمجلس الاداره اللي هو بيتشرف ان انتوا يعني ادتونا ثقتكم. الثقه دي ثقه كبيره جدا جدا. في بعض يمكن من اعضاء مجلس الاداره قبل ما اكمل كلامي، في ظروف، في ما حضرش الاستاذ خالد مرتجي امين الصندوق المهندس خالد مرتجي، لكن هو داخل معانا على زوم. في برضو بعض الزملاء مش عارفين ما قدرناش نتواصل معاهم عشان يخشوا معانا على الزوم. المهم في الجامع دوت اللي احنا فيه، النادي الاهلي بيمر لمرحله حلوه الحمد لله وصعبه. النادي الاهلي تعود ان شاء الله اي مشكله موجوده بتتحل ما بين العائله الواحده والاسره الواحده. كمان الشيء اللي انا عايز يعني اقول لحضراتكم عليه، ان احنا الحمد لله عندنا فرع الجزيره ومدينه نصر، او مقر الجزيره ومدينه نصر، عندنا اهلي الشيخ زايد، عندنا اهلي التجمع. التجمع باذن الله في غضون شهرين تقريبا، اذا ما كانش قبل كده، هيكون في زي نوع من انواع يعني زي بيقولوا كده في البث التجريبي. يعني عايزين ان شاء الله في خلال اسبوعين من دلوقتي هيكون في التشغيل التجريبي بالنسبه للتجمع ان شاء الله، لغايه ما يتم الافتتاح الكامل باذن الله. النادي الاهلي الحمد لله ميزانيه كويسه، النادي الاهلي الحمد لله عنده نجاحات ورعايه بارقام الى حد ما معقوله كويسه، لكن احنا بنطمع دايما يكون احسن من كده ان شاء الله، لان مصروفاتنا كتير. عندنا ايرادات الحمد لله رب العالمين، لكن فعلا مصروفاتنا كتير جدا. علشان كده عندنا رؤية للسنوات القادمة بإذن الله إزاي نزود إيراداتنا بحقوق وبابتكار لحقوق غير الرعاية اللي موجودة، عشان إن شاء الله ندخل موارد تانية بإذن الله إذا ربنا وفقنا. يعني إحنا هنسعى في ده وبإذن الله نطلب من الله التوفيق. يعني تاني مرة تانية برحب بحضراتكم كلكم، بشكركم كلكم على الحضور، وأسيب بقى لدكتور سيد حسين يكون هو يتولى إدارة الموضوع. شكرا، السلام عليكم. طيب رائع جدا. خلينا كمان ننوه ان النهارده هنكون متابعين مع حضراتكم على قناه الاهلي برضو لحظه بلحظه تفاصيل المؤتمر الصحفي وفعاليات كمان الاحتفاليه بقى بمناسبه توقيع عقد الشراكه بين النادي الاهلي وبنك ابو ظبي الاول مصر، ده الراعي والبنك الرسمي زي ما حضراتكم عارفين للنادي الاهلي، هيكون لمده 4 سنوات. فيعني اعتقد برضو ده شيء لازم ان احنا نتكلم عنه، وقناه الاهلي طبعا هتنقله زي ما كنت بقول لحضراتكم. الف مبروك علينا كل عقود الشراكه أكيد. الحمد لله اللي احنا مضيناها مع اسماء كبيره جدا. يعني طبعا ما الحلو كده في الكيانات الكبيره، عارفه كيانات كبيره مع بعض وبيلاقوا بعض، لان دي دايما سياسه تسويقيه وبيعيه هايله جدا. وبطبيعه الحال النادي الاهلي
ودي برضو ما هياش حاجه جديده، طول عمره جاذب لكل الكيانات الكبيره اللي اكيد يهمها جدا ان يكون في اي تعاون مشترك. طبعا اي كيان ناجح بيبقى عايز دايما يرتبط بكيان ناجح. صحيح. ففكره صحيح. ان انت ترتبط كمؤسسه كشركه كراعي معين لبراند كبير بالنادي الاهلي، انت كده مع الناجح برضو في الاول وفي الاخر. انا مش بروج للنادي، هي دي حاجه بجد انا بتكلم ده فاكت. بالظبط، انت رقم واحد، حابب ان انت تبقى مع رقم واحد، فالحمد لله يعني. طيب خلينا نكمل. كان يوم عارفه يا نواند، انا بالصدفه امبارح رحت ما كنتش واخد بالي انه كان في نفس، انا فاكر ان الاجتماع ده هيكون النهارده، فاتفاجئت امبارح انه كان امبارح. عايز اقول لك النادي بدون مبالغه والله العظيم، وايا كان الفئه العمريه، في خليه نحل وفي ناس اكسايتد، مش مجرد ان انت رايحه مكان عشان تقعدي فيه، لا انت رايحه بيتك ورايحه تشوفي حال بيتك ايه وتظبطيه. ده كان مرسوم على وشوش الناس تقريبا امبارح، حاجه حلوه جدا. صحيح. خلينا بقى نكمل معاك يا كريم ونروح لمباريات المجموعات الاولى. يلا، المجموعات الاولى والثانيه كمان من الجوله الثالثه والاخيره من مرحله المجموعات في المونديال، اللي شهدت اول انجازات القاره السمراء بعد ما تاكد بالفعل وصول منتخب السنغال وسود الفرنجه لمنافسات الدور ثمن النهائي بفوز غالي جدا 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 على المنتخب الاكوادوري بهدفين مقابل هدف، في واحدة نقدر نقول إن هي من أقوى وأحلى مباريات كأس العالم وأشدها إثارة حتى هذه اللحظة. اللي حصل كالآتي: تقدمت السنغال بهدف سجله إسماعيل أسار نجم نادي واتفورد الإنجليزي من ركلة جزاء، تعادل بعدها في الشوط الثاني منتخب الإكوادور، ثم أضاف المدافع الكبير كوليبالي نجم تشيلسي الإنجليزي هدف الفوز اللي أهل أبناء المدرب أليو سيسي إن هم يتأهلوا لدور ال 16 عشان يواجهوا منتخب إنجلترا اللي تصدر المجموعة الثانية، طبعا بعد الفوز اللي حققه على ويلز بالأمس. الحقيقة إحنا ممكن نكون يعني بنحضر أو بنشهد لحظات تاريخية، لأن اللي إحنا بنتكلم فيه ده ما حصلش قبل كده، تأهل ثلاث فرق من إفريقيا للدور ثمن النهائي، ده إنجاز كبير واكيد هيبقى انجاز غير مسبوق كمان، اول مره يحصل في تاريخ المونديال، وده هيحصل اكيد في حاله تاهل المغرب وغانا، وبنتمنى ان ده يحصل ان شاء الله باذن الله. بس امبارح بقى في حاجه كمان زعلتنا شويه، يعني احنا لو هنكمل كلامنا عن المونديال، امبارح ودع طبعا منتخب قطر زي ما احنا تابعنا منافسات البطوله خلاص تماما بدون تحقيق اي نقطه، يعني بعد الخساره امام منتخب هولندا بهدفين دون رد في المباراه اللي البعض شبهها كريم ان هي مباراه وديه، يعني ناس كتير قالت لك دي مباراه وديه للمنتخب الهولندي، وكده هيواجه مفروض بقى في دور ال 16 نظيره الامريكي، بعد ما المنتخب الامريكي برده فاز على ايران امبارح، احنا اتكلمنا كتير وقلنا مين اللي فرصته اكبر. أيوة. طبعا بهدف يعني في كان فين هدف دافين يا كريم، يعني هو يعني اداله افضليه في بتهيألي يعني. طيب الحقيقه اللي انا عايزه اقوله هنا برضو يا كريم ان يعني مش سهل ابدا، ولا نقدر نقول ان دور ثمن النهائي سهل، يعني هيكون بدايه الجد بقى في المونديال. هو ده زي ما بيتقال، اللي فات حاجه واللي جاي حاجه تانية، عشان كده احنا هنشوف اداء وفكر اعتقد ان هو هيكون مختلف تماما، لان هي ادوار زي ما بيتقال عنها وهي معروف عنها، هي ادوار اقصائيه اقوى طبعا، يعني بين اقوى 16 منتخب في البطوله، فانا بتهيألي هيبتدي المتعه في المونديال الفتره ده. مش مجرد متعه يا ست الكل، ده انت هتشهدي ضرب نار شويه جايين، الماتشات اللي جايه فعلا ضرب نار، وتخلي كل واحد فينا يفضل قاعد طوال يعني فعاليات واحداث اللقاء ايا كان ايه هو قاعد على اعصابه، يعني ماتشات حلوه بقى، هنتفرج على كوره حلوه جدا، ماتشات ما فيهاش حتى هزار، والمنتخب اللي عنده كل مقومات الاستمراريه من نظام من فكر من قوه بدنيه من رؤيه فنيه من مسانده جماهيريه. صحيح. اكيد هو اللي هيكمل لاخر نفس. النهارده بقى عندنا اربع مواجهات لا تقل اهميه عن ماتشات الامس، لان خلاص الجوله الثالثه هي الحاسمه للمتاهلين. هنبتدي النهارده يعني مع هذه اللقاءات الساعه 5 بماتشين: استراليا مع الدنمارك وفرنسا مع تونس. طبعا فرنسا تأهلت رسميا من الجولة الثانية، وتقريبا تذكرة التأهل الثانية هتكون ما بين الدنمارك واستراليا اللي يكفيها التعادل، لأن هي بتمتلك بالفعل ثلاث نقاط، لكن الدنمارك لازم تكسب لأن عندها نقطة وحيدة فقط. أعتقد أن فرنسا يعني بطلة النسخة الماضية من المونديال هتلعب بالصف الثاني او هتريح بعض النجوم قدام تونس، لان هي تاهلت بالفعل يعني كاول المجموعه بتاعتها، ويهمها تكون بكامل العدد في منافسات الدور ثمن النهائي. طبعا قلوبنا ودعواتنا وتمنياتنا بكل النجاح والتوفيق للمنتخب التونسي في هذا اللقاء اللي اكيد هيكون ماتش برضه صعب. لا بص، هيبقى ماتش صعب، وبصراحه فرنسا زي ما انا كنت بتكلم معاك من كذا يوم، يعني لا فرنسا بغض النظر ان هو صاحب اللقب او لا، هو منتخب تقيل جدا طبعا. ورغم حتى ان بعض النجوم
الهجوم فيه مش موجودين، بس احنا ما حسيناش ان هم مش موجودين. صحيح. حتى كريم بنزيما هو مش موجود، بس انت لم تشعر ان المنتخب ناقصه حد مثلا على سبيل المثال. يعني في منتخبات تانية مجرد انا بشوف مثلا زي السنغال، السنغال مجرد ان ساديو ماني مش موجود، لا في فرق كبير جدا طبعا. يعني المنتخب قوامه مش صحيح. مش قوي زي ما بيتقال كده. على كل حال في ماتشين كمان بعد كده طبعا اللي هيكونوا الساعه 9، هتكون زي ما بيتقال برضه ناريه بمعنى الكلمه مجموعه المفاجات ذا اللي اطلق عليها في المونديال، لان كل فرقه فيها عندها فرصه بقى للتاهل. عندك الارجنتين هتلعب مع بولندا، ويعني ما فيش بديل هنا عن الفوز او التعادل بقى، مع انتظار طبعا نتيجه كمان ماتش السعوديه والمكسيك. يعني هنشوف في تنافسيه، في قوه هتبقى على الارض. اما بولندا بقى يكفيها زي ما حضراتكم برضو عارفين التعادل عشان توصل للنقطه الخامسه في حاله الخساره. يعني هتشوف بقى نتيجه ماتش السعوديه، يعني عارف الموضوع ليه حسابات في الفتره دي. يعني طبعا ربنا يسترها ان شاء الله. نروح بقى للسعوديه وده المنتخب اكيد اللي يهمنا هنا. يعني المنتخب السعودي هيقابل المكسيك ومحتاج لازم يفوز عشان يعني خلاص بقى يبعد عن كل الحسابات اللي هي المعقده اللي احنا كنا بنتكلم عنها دي، بتاعت بقى تساوي النقط وعدد الاهداف. أيوة. قواعد اللعب النظيف والحاجات الدوشه دي زي ما بتقال. احنا طبعا عارفين ان بولندا برده متصدره باربع نقاط، الارجنتين وبعد كده السعوديه متساويين بثلاث نقاط. كل التوفيق ان شاء الله. هتبقى مباريات النهارده على فكره، وكل يوم صراحه المباريات بتبقى حلوه يعني. بس الحلاوه كمان، بس امبارح برده الماتشات كانت حلوه طبعا بصراحه. وليه طبعا. طيب بما ان احنا اتكلمنا بقى عن المنتخب السعودي، تعالوا نروح لتصريحات الفرنسي هيرفي رينار المدير الفني للمنتخب السعوديه، اللي قال ان مواجهته امام المكسيك ستكون تكتيكيه من الدرجه الاولى، مع احتماليه تغيير طريقه اللعب عن المباراتين الماضيتين. قال كمان دي ثالث اهم مباراه في حياتي، لو خسرنا المباراه سنندم كثيرا، لذلك لابد من الفوز لكي نتاهل الى الدور القادم، ولا نفكر في من سيكون الخصم في ثمن النهائي، فقط نفكر في التأهل إلى الدور القادم. ولما أحد الحضور واحد من الصحفيين سألوا عن رده على تصريح مدرب المكسيك بشأن رغبته في تحقيق انتصار بنتيجة كبيرة يعني أمام السعودية، قال يعني ما معناه هو مدرب المكسيك عايز يفوز علينا بنتيجة كبيرة وأبدأ انتهاش وكده حبتين، وقال بعدها أعتقد إن هم مشهورين بالمسلسلات فقط. ابتدينا بقى يبقى في إيه؟ يبقى في كده تصريحات نارية بالظبط كده. هم مشهورين بالمسلسلات فقط. نحن نستطيع كتابة التاريخ لكرة القدم السعودية، نحن نملك جيل رائع وقادر على تعويض الغيابات، وخبرة المكسيك لن تمنعنا من خطف بطاقة التأهل، والجميع هنا يبحث عن كتابة جديدة للتاريخ، وسنندم طوال حياتنا إذا خسرنا من المكسيك. طبعا برضو نفس التمنيات بالنجاح والتوفيق، وإن احنا كمان نشوف ماتش يخلي كرة القدم السعودية تبقى هي محور حديث العالم كله إن شاء الله من خلال الماتش ده. بص هي تصريحات طبعا قوية، وممكن يكون بيقولها بصيغة الهزار، يعني فكرة المسلسلات والحتة طبعًا اللي ذكرها دي. بس على كل حال التصريحات اللي فيها ثقة زايدة من المدير الفني أنا ما بتفائلش بيها. تخوف يعني، وبالذات لو حد عرضها زياده يعني طبعًا. ما بتفائلش بيها، بالعكس انا بحب دايما اللغه اللي هو هتبقى مباراه قويه، هيبقى فيه تنافسيه شديده، المنتخب الفلاني قوي. انا بشوف ده حتى انا لما ببقى داخله شخصيا، لما ببقى داخله على حاجه كبيره بدي للي قدامي قيمته زياده، حتى لو هو ما يسواش دي لا قيمته عشان ممكن يكون اضطر يعمل كده. عارفه ليه؟ يعني ما هو التاني برضه ما سكتش، قال لك ده احنا هنعمل سكور على السعوديه، فقال لك سكور فجرادل بقى رايح جاي رايح جاي. على كل حال احنا مستمتعين يعني كجماهير طبعا. اكيد في الاول طبعا. وفي الاخر خلينا بقى نروح لمباراه الارجنتين وبولندا، وبرضه كان في تصريحات للمدرب بتاع المنتخب البولندي، واكد على صعوبه مواجهه منتخبه مع نظيره الارجنتيني، وقال عندما يعني سحبت قرعه البطوله وحلت بولندا في المجموعه اللي بتضم الارجنتين، انتظر العالم كله المباراة اللي هتجمع بين المنتخبين، وليس فقط المواجهة بين يعني لاعب هنا ولاعب هنا. أضاف كمان المباراة هتكون صعبة جدا علينا التعامل معها بهدوء، لأننا هنواجه خصما قويا يعني عنده أبطاني نجوم كبيرة جدا عنده في المنتخب. فعلى كل حال أنا بقى أحب التصريح ده. أيوة. أنا أحترم التصريح موزون ده جدا. وفي نفس الوقت لما انت تدي ثقة زي ده برضو في كلامك، اللعيبة ممكن ده ينعكس عليهم ان هم ما يقدوش الافضل على الملعب، يعني لها انعكاسات على اللعيبة. سيبك مننا كجماهير، ممكن يبقى لها يعني حسابات مش افضل شيء على اللعيبة، الا لو بقى اللغة ما بينهم مختلفة طبعًا. عن اللي بتقال طبعا في المؤتمرات الصحفية، هيبان على كل شيء يعني. طيب خلونا بقى نروح كمان لتصريحات ليونيل سكالوني المدير الفني لمنتخب الارجنتين، اللي طبعا بطبيعه الحال منطقي جدا ان هو يتسال سؤال زي كده. اتسال عن المقارنه
في رأيه ومن وجهة نظره ما بين نجمه ليونيل ميسي وما بين المهاجم البولندي روبرت ليفندوفسكي. هو كان ذكي الحقيقه، اتهرب على قد ما ربنا قدره من الاجابه على هذا التساؤل، ولكن يعني الكلام ده كان حاصل قدام يعني خلال المؤتمر الصحفي، لكنه قال، وبرده ده كان يعني كلام موزون وموضوعي جدا منه، قال وهو بيوصف ليفاندوفسكي بانه لاعب رائع يجب ان تستمتع به ببساطه، يعني اجابه نموذجيه تقريبا، لكن قال انه مش من المنطقي عقد مقارنه بين الاثنين، يعني دي كانت وجهة نظر. طبعا بيسعى ميسي وليفاندوفسكي كل واحد فيهم على يعني على حدة لقيادة المنتخب الخاص به للتأهل إلى الدور ال 16 في كأس العالم. بالمناسبة بولندا على قمة ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط وبفرق نقطة واحدة فقط أمام منتخبي الأرجنتين والسعودية صاحبي المركزين الثاني والثالث. طيب بمناسبه ان احنا اتكلمنا عن ميسي وليفاندوفسكي والمقارنه اللي دايما برضو دلوقتي بقت ما بينهم، خلينا نروح نتابع اراء الجماهير بالظبط، يعني هم قالوا ايه، هتشجعوا ميسي ولا ليفاندوفسكي؟ لا هو الارجنتين عشان ميسي، ميسي خلاص اخر السنه دي ويعتزل دوليا ولازم ياخد حاجه زي كاس العالم عشان الحاجه الوحيده اللي ناقصاه في البطولات كلها بتاعه كره القدم، هو عمل كل حاجه في الكوره ما عدا كاس العالم بس، وان شاء الله هو اللي يكسبها. يعني الارجنتين غالبا هتكسب بس ما اعتقدش هتكمل. صراحة الارجنتين بسبب الخبره واللعيبه اللي فيها الصراحه برضو بتفرق. اكيد الارجنتين، وميسي اعتقد ما ينفعش يتقارن باي لعيب يعني، فمتوقع ان الارجنتين هتكسب 2-0. هشجع ميسي لان يعني هو لعيب حلو ومحدش يقدر يكسبه ساعات. الارجنتين اكيد برضو لنفس الفرصه اكبر الارجنتين، يعني ميسي خبرته هي اللي هترجح ان شاء الله باذن الله. انا حابب بولندا تكسب طبعا، لان الارجنتين هيبقى منافس صعب جدا لو صعدت الدور الثاني، هتبقى منافس صعب، هيبقى في منافسه وكل حاجه بس الارجنتين هتبقى من الفرق الرخمه، بولندا اسهل يعني حتى لو صعدت تبقى هي اسهل تخسر حتى وتخرج. انا بتوقع الارجنتين تكسب وهي اللي هتصعد، لان انا بحب الفرق بتاع امريكا الجنوبيه، لعب مهارات وفرق بتبقى بتحمس البطوله، ولما بتصعد بيبقى بطوله كاس العالم بيبقى شكلها احلى. بولندا ممكن تصعد، بولندا بتغلب الارجنتين ان شاء الله. اكيد الارجنتين، انا شايف الارجنتين عادت في الماتش اللي فات وفي التايم الثاني بالذات، وبعدين عندهم مهارات اساسيه عاليه جدا وفريق بيلعب تيم ورك كويس، واعتقد ان هم هيوصلوا للفاينل ان شاء الله، لان الارجنتين فرقه كبيره وتقدر ترجع ان شاء الله. والله هو بدايه احنا مستمتعين بالمباريات اللي بنتفرج عليها في كاس العالم، والرياضه في الاساس تنافس مش خصومه، وانما اللي هيصعد ديت حسب الاجتهاد بتاعه، انما الهوى او الذوق المصري مع الكره بتاعت امريكا الجنوبيه والارجنتين والبرازيل، فدول بيمثلوا بالنسبه لنا متعه الكره، فانا اتوقع يمكن اتمنى صعود الارجنتين. ده الوضع يعني بشكل عام، ايه التفاصيل بقى؟ ده اللي هنعرفه من الدكتور محمود شاهين اللي منورنا على التليفون، وهو طبعا مدير عام مركز التنبؤات والتحاليل بالهيئه العامه للارصاد الجويه. صباح الفل على حضرتك يا دكتور، اهلا بيك. صباح الفل كريم من اهوان، اهلا بيكم. اهلا يا دكتور، اهلا بحضرتك. ايه الوضع يا دكتور؟ احنا مره الدنيا تحرر شويه ومره ترجع يعني تقل درجات الحراره درجتين او حاجه، احنا هنفضل في الوضع ده لغايه امتى؟ وامتى هندخل في الاجواء الشتويه الصريحه ان شاء الله؟ يعني هو حضرتك بالفعل زي ما انت بتقول الاجواء لسه ما بين ارتفاعات بسيطه في بعض الايام وقطوع اشعه الشمس الجو المظلم، وايام اخرى الشمس بتزيد بشكل كبير نظرا لتقدم كميات السحب اللي شفناها في بدايه الاسبوع. فطبعا التقلبات الجويه دي طبيعي في فصل الخريف، بنشهد ايام كده وايام كده، لكن احنا بدانا نشعر بثبات درجات الحراره في فترات الطقس بالفعل بدا من فتره بتلاقي البروده اللي بارد. اما خلال فترات الصيام فتتغير حجم السدود الهوائيه اللي بتاثر على مصر العربيه، وهنبدا طبعا في ده لغايه ما يبدا الشتاء اللي هو المفروض جغرافيا بيبدا 21 ديسمبر. تمام. طبعا خلال هذه الفتره احيانا بنشهد طلوع اشعه الشمس في بعض الاحيان ودرجه حراره ما بين 23 و 24 في القاهره، وفي احيان اخرى بيكون في غياب لاشعه الشمس وتكاثر السحب اللي بتنخفض مع درجه الحراره خلال فترات النهار. طب انا بس دكتور محمود، انا اسف لمقاطعه حضرتك بس عشان الصوت عندنا مش واضح، استاذنك بس عشان الارسال مش ظابط قوي، لو في فرصه التحرك بالتليفون يبقى كتر خيرك.
تمام كده زي الفل يا فندم، اتفضل سامعين حضرتك. فهو حضرتك هنبدأ طبعا في خلال الفتره دي التقلبات الجويه مدينه ارتفاعات طفيفه في درجات الحراره وانخفاضات حتى بدايه فصل الشتاء ان شاء الله. ان شاء الله. هل من المتوقع في الشتويه دي يا دكتور محمود ان رجوعا بقى للموضوع اللي كان يعني بنتكلم فيه بقى لنا فتره طويله وتغيرات المناخ الى اخره، هل من المتوقع ان احنا نشهد اجواء شتويه غير مسبوقه من زاويه ان المناخ اتغير فبالتالي طبيعه الاشياء اتغيرت معاه؟ لا، هو ان شاء الله يعني احنا شفنا الشتاء اللي فات والشتاء اللي قبله امطار جزيره تزيد في بعض المناطق، يعني مع كل ظواهر جويه اكثر شده من قبل كده، انخفاضات شديده في درجات الحراره في فترات الليل، شفنا الكلام ده خلال ثلاث اربع سنين اللي فاتت، فمش متوقع ان احنا نشوف اسوء من كده خلال هذا العام، هذا العام برضه مفيش امور فيها امطار اشد شويه من المعتاد او المعدلات الطبيعيه، كده شفناها برضه السنه اللي فاتت واللي قبلها، انخفاضات في درجات الحراره خاصه في فترات الليل. ده شيء طبيعي طبعا، خلاص بدانا نتعود عليه خلال العامين اللي فاتوا. انما يعني عشان اطمن برضه الساده المشاهدين خلال هذه الفتره على ويك اند، يعني الاجواء تكون مستقره بشكل كبير جدا، مفيش فرص سقوط امطار، الاجواء تكون مثل خلال فترات النهار، لكن الصخور المائيه هي اللي هتكون معانا في الصبح فاتت بتتكون عاده وبتستمر معانا لغايه الساعه 9 10 صباحا، مش هتكون كثيفه، لكن طبعا نلتزم بالقياده بهدوء بقدر الامكان اثناء فتره التكمل. تمام، باذن الله يبقى كله جميل. انا بشكر حضرتك جزيل الشكر على وجودك معانا في حلقتنا النهارده دكتور محمود شاهين، شكرا جزيلا. طمنا على الطقس. الفريرات بتاعتك هتتعطل لغايه 20 انا بلبسها من شهر 9 اصلا. انا بشتي بجد من شهر 9، جه الشتاء ما جاش خلاص، لان الوضع صعب في مصر بصراحه الايام دي. هيجي هو هيروح فين؟ خلينا نروح فاصل مع حضراتكم ونرجع نكمل. عودة العشرة الصبح في الأهلي، أهلا بكم مرة تانية. بقالنا فترة مش قصيرة بنتكلم مع حضراتكم تقريبا في حلقة، أو يعني كل حلقة أو يعني أضعف الإيمان حلقة أو حلقة لا، لازم نكون بنتكلم مع حضراتكم عن بطولة ما نجحت مصر في تنظيمها، وبالتالي نجحت مصر في استضافة كم كبير جدا من وفود وقادمين من جميع أنحاء العالم للمشاركة في هذه البطولات. نروح بقى لواحدة من هذه البطولات اللي بتنظمها مصر، الاتحاد المصري للجمباز برئاسة الدكتور إيهاب أمين. طبعا بينظموا بطولة كأس الفراعنة للجمباز الفني والأيروبيك اللي هتقام خلال الفترة من 3 وحتى يوم 9 ديسمبر في الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي. بيشارك في هذه البطولة 9 دول بجانب منتخب مصر، ليصبح عدد المشاركين 10 دول، هي مصر، المجر، البرتغال، تونس، سوريا، اليمن، قبرص، الهند، قطر وجورجيا. عدد اللاعبين المشاركين في هذه البطولة 535 لاعب ولاعبة، بواقع 185 مشارك في الجمباز الفني و350 مشارك في الأيروبيك. وتعتبر البطولة دي استكمالا لسلسلة بطولات الفراعنة الدولية اللي بتنظمها مصر، بداية من بطولة كأس الفراعنة الأولى لجمباز الأيروبيك واللي أقيمت في مدينة الغردقة نوفمبر من عام 2019، ومن بعدها بطولة الفراعنة للجمباز الإيقاعي 2020، ثم بطولة الفراعنة 2021 واللي الحقيقة ضمت نسختها الجمباز الفني. بنتمنى اكيد كل التوفيق، وعندنا ثقه خلاص بقى اتولدت نتيجه كل النجاحات اللي سابقه، عندنا ثقه يعني ملهاش اول من اخر في حسن استضافه وتنظيم مصر لفعاليات هذه البطوله. ان شاء الله كل التوفيق للاعبين. عايزين نشوف اداء كمان حلو وميداليات، يعني نتمنى ذلك طبعا بقياده الدكتور ايهاب امين، فكل التوفيق باذن الله. خلينا بقى دلوقتي نتابع زي ما احنا متعودين تمارين جديده مع كابتن حسام الفيل مدرب الجيم في الشيخ زايد فرع الشيخ زايد، وبعد كده هنروح فاصل ونرجع عشان نستقبل دكتور دينا ابو السعود. صباح الرياضه والنشاط والحيويه، الصحه والجسم السليم ليهم تاثير على الشخص، فلو انت بصحه كويسه وجسم سليم هيكون لهم تاثير عليك وعلى المحيطين حولك، عشان كده دايما بننصحكم ان انتوا تمارسوا تمرينات رياضيه بشكل مستمر وشكل منتظم، ولو تقدر تعمل مجموعه تمارين قبل ما تنزل الشغل بتاعك او تنزل دراستك هيأثر ليهم تأثير كبير على بقية اليوم بتاعك. تعالوا بينا النهارده نعمل مجموعة تمارين هنقدر نقلل ونخفف من الضغوطات اليومية بتاعتنا. بس قبل ما نبدأ التمارين بتاعتنا زي ما تعودنا اللي احنا محتاجين اللي احنا بنعمل تسخين الورم اب بتاعنا عشان نتفادى الإصابات وأي مشاكل لجسمنا. هبدأ أول حاجة أحرك رجليا، أعمل مارش في مكان. أحاول أسرح شوية. بعد كده أبدأ ألمس الأرض مرة يمين مرة شمال برضو 20 ثانية، كل ده عشان أسخن جسمي. برضو وإحنا واقفين أبدأ أطلع برجلايا، الأول أعملها بالحركة بعد كده جري
اسرع الحركه شويه. وبكده يكون احنا سخنا الجسم بتاعنا قبل ما نبدا التمرين بتاعتنا. اول تمرين هنعمل معانا النهارده هو تمرين الانش وورمز. وانا واقف كده رجليا بمستوى كتفي، هبدا انزل لوضعيه البوش ابس واطلع تاني. هنعمل 10 عدات. يلا مع بعض، اللي بيتفرج معانا دلوقتي ممكن يشارك معانا التمرينات. 1 2 3 4 5. هندخل على التمرين اللي بعد كده في وضعيه البلانك بوزيشن. هبدا المس مره يمين ومره شمال، هعمل شولدر تاب. عايزين 20 عدة، بس حاول تخلي ظهرك كله مفرود، ما تنزلش بوسطك. ماشي. اند ريست. هدخل على تمرين ثالث برضو بنفس البوزيشن اللي احنا فيه في البلانك، بس هعمل بلانك اب داون. هبدا انزل بكوعي واطلع تاني. هنعمل 10 عدات مع بعض. 1 برضه محافظ على وضعيه الظهر بتاعك ونفسك بيكون شغال كويس. 5 6 7. ندخل على تمرين لعضلات البطن بتاعتنا برضه. هنزل على ظهري واحاول اطلع المس ركبتي، بس اتاكد ان ظهري يكون مفرود، ما تنيش فقرات الرقبه بتاعتي. هنعمل 12 عدة. 1 باخد نفس وطلع نفس وانا بطلع فوق. 6 7 8 9 10. اخد تمرين كمان لعضلات الرجلين بتاعتنا. هبدا انزل ريفرس لونج، بخلي ظهري يكون مفرود، بحاول ما اخليش ركبتي تلمس الارض، واطلع ني درايف لفوق. هنعمل 10 عدات. 1 2 3 4. واكمل 10 عدات على اليمين و10 عدات على الشمال. وبكده نكون عملنا مجموعه تمارين شغلنا بيها جسمنا كلها، ممكن نبدا بيها اليوم بتاعنا بكل نشاط وحيويه. النصيحه اللي احنا حابين نقدمها لكم في نهايه الحلقه، في ناس بتشتكي من فقدان الشهيه او بتحب اللي هي عايزه تزود الوزن بتاعتها، حاول انت تدخل من وجبتين لثلاث وجبات كل ساعتين لثلاثه على مدار اليوم. كمان حاول تقلل من الالياف اللي هي بتديك احساس بالشبع. كمان تحاول تقلل من المشروبات، سواء المشروبات الغازيه او المشروبات بشكل عموما قبل الاكل واثناء الاكل. حاول ان انت تمارس رياضه او تزود النشاط بتاعك، كل ده هيديك احساس ان انت عايز تاكل اكتر. اتمنى التمرين والنصائح اللي احنا قدمها لكم تكونوا بتستفادوا منها، ونشوفكم في حلقه ثانيه. يا اهلا بحضراتكم في اولى فقراتنا الحواريه، وهي فقره طبيه النهارده ان شاء الله، وهنتكلم من خلالها عن موضوع بيشكل يعني عايزين نقول ايه، تحدي كبير عند ناس كتير. فكره ان حد يكون بيعاني من السمنه، السمنه في حد ذاتها بتشكل ضغط طبعا بطبيعه الحال، لكن حتى اللي بيقدر يتعامل مع هذا الملف ويفقد الوزن اللي هو عايز يفقده تمام لغايه هنا زي الفل، بتبتدي بقى عنده مشكله جديده وهي فكره تثبيت الوزن. فالناس اللي عندها مشكله في تثبيت الوزن تتصرف ازاي؟ ده اللي هنعرفه من دكتوره دينا ابو السعود اللي منورانا في حلقتنا النهارده. يا صباح الخير. يا صباح الخير. عامله ايه؟ كله تمام؟ كله زي الفل الحمد لله. يا رب لله. دايما في احسن صحه واحسن حال. ربنا يخليك. بتهيألي بتسمعي المشكله دي من ناس كتير يا دينا. بنفس كم الشكاوى المتعلقه بفكره ان انا وزني زايد، في ناس اكيد بتشتكي لك برضه من فكره ان انا مش عارف اثبت الوزن. بتتصرفوا بقى ازاي في الحاله دي؟ موضوع تثبيت الوزن فعلا بيبقى صعب، عايز قوه اراده جامده جدا. واحنا كمصريين بيبقى صعب شويه ان احنا نمسك نفسنا عن الاكل. وعلى طول بقول اتباع الرجيم يعني بيبقى فيه انظمه من الرجيم كتيره جدا، ومش كل نظام ينفع التاني. ولو فكرنا ان احنا عايزين نخس مره واحده بكيلوهات كتيره قوي، خلوا بالكم هنطلعها واكتر. ازاي نقدر نثبت الوزن؟ زي ما انا قلت، قوه الاراده وطبعا رياضه، لكن احنا صعب ان احنا نعمل ده. فشركه بايوناتشرلز مقدمه كورس، هو كورس بيقدر يخسس بكل امان وبكل فعاليه، لان جميع المنتجات مرخصه سواء من وزاره الصحه المصريه او هيئه سلامه الغذاء. وعندنا كمان داخل شركه بايوناتشرلز اللي ارقامها
ظاهرة على الشاشة، لأن طبعا كورس بيستا اللي هتكلم عليه هو الشركة الوحيدة الوكيلة لهذا الكورس هو شركة بايوناتشرلز اللي أرقامها ظاهرة على الشاشة، بلس أن احنا كمان عندنا صفحة بايو بيستا لطلب الكورس سواء من الأرقام أو من صفحة بايو بيستا اللي على الفيسبوك. وطبعا بطمن كل الناس أن المنتجات أمنة فعالة، وهقول ازاي الكورس بيستا بيقدر يخسس بامان وفعاليه، وكمان عندنا فريق طبي موجود في الشركه بيقدر يتابع الحاله سواء اللي هيخس او عايز يثبت وزنه من الستات والرجاله، لان الهيستوري مهم، يعني تاريخ المريض مهم. طب. ولازم نقيس الطول والوزن عشان نعرف نقيس البادي ماس اندكس، نعرف كم كيلو عايز يخسهم. هل بتطلبوا او المختصين اللي بيردوا على المتصلين تليفونيا بيطلبوا منهم مثلا صوره من تحاليل ما بتطلب في الظروف دي؟ هو بالنسبه لكورس باي بيستا مش محتاج تحاليل، لان كل المنتجات طبيعيه، ولو حتى مريض سكر او قلب او ضغط او كوليسترول هو لا يتعارض مع الادويه اللي المريض بياخدها من روشته الدكتور. لو هتكلم على منتج الأول اللي هتكلم عليه اللي هو منتج بيستا، منتج بيستا فعال جدا لإنقاص الوزن. ليه فعال؟ لأن منتج بيستا عبارة عن ألياف، أهم حاجة لو عايزين نخس إن احنا ناخد ألياف. من أهم الألياف اللي موجودة في منتج بيستا هو ردة الشوفان وقشور السيليوم، الاثنين دول مهمين، وردة القمح كمان. التلاتة دول مهمين جدا إن هم بيقدروا يعملوا كذا أكشن. يعني إيه فايدة الألياف في نزول الوزن؟ أول حاجة الألياف بتاخد حيز كبير جدا في المعدة، فحجم المعدة بيقل. فلو أنا باكل على الغداء طبق قد كده من الرز والمكرونة واللحمة والسلطات، بس طبعا بيبقى رز ومكرونة ومحاشي والحاجات دي، لأ أنا هلاقي نفسي باكل ربع لأن الحيز المتاح في المعدة ثلاث أرباعه خلاص بقى مشغول. بالظبط. يبقى الألياف بتعمل كده. الألياف بتساعد على عدم امتصاص الدهون، حتى لو أكلت دهون في أكلي مش هتمتص، لأن الألياف بتساعد على عدم امتصاص الدهون. طب والدهون اللي مش هتمتص دي بتروح فين بقى؟ خلاص بتنسى في عمليات الإخراج. بالظبط، في عملية الإخراج. عندي كمان الألياف بتحفز لي على إفراز هرمون الليبتين اللي هو هرمون الشبع، فبقعد بعد ما باكل وببقى واخده بيستا. طبعا بيستا بيتاخد قبل الاكل، هو كيس على كوبايه ميه كبيره، طعمه حلو جدا لان طعمه عصير تفاح، ما نحطش عليه سكر، بنحط عليه ميه او عصير بدون سكر. قبل الاكل بنص ساعه. يبقى الالياف اللي فيه كمان هتحفز على انتاج هرمون الشبع الليبتين، فهقعد ساعات مش حاسه ان انا جعانه. والالياف بتاخد كمان فتره في الهضم، بالذات القمح بياخد فترة في الهضم، فبتقعد فترة انت مش عايز طبعًا تاكل، حاسس بالشبع والامتلاء. بالظبط. طيب يعني فكرة انه ثلاث انواع مختلفة من الالياف، انت بتقولي في وسط كلامك انه من ضمن الحاجات اللي بيتم افرازها هرمون الشبع. صح كده؟ هو مش النوع ده من الهرمونات عشان تستجيبي يبقى انت لازم تبقي بتخاطبي مراكز معينه في المخ، ولا ده موضوع مختلف؟ لا لا لا، بيستا الحلو اللي فيه انه يعني بيستا الحلو اللي فيه انه ما بيخاطبش مراكز المخ خالص. اوكي. خالص. امال الموضوع يعني تفعيل هرمونات هو معينة. من المعده على طول. من المعده مباشره. بالظبط. وكمان عندي داخل كنت اقول لك قلب مالتي فيت، هتكلم طبعا على قلب مالتي فيت، هجاين له داخل بيستا حاجه مهمه جدا، الكروميوم. الكروميوم مهم قوي لحرق الدهون المخزنه، مهم لضبط مستوى الكوليسترول والسكر في الدم. وداخل كمان بيستا عندي حاجه مهمه قوي، فيتامين سي. فيتامين سي طبعا احنا عارفين اهميته في نضاره البشره وتعزيز امتصاص الحديد، لكن الدراسات الأخيرة أثبتت أن فيتامين سي بيقدر يحرق لي الدهون المخزنة من ضمن خصائصه. يعني من ضمن خصائصه. بالظبط. عندي كمان بقى داخل الكورس، يبقى أنا كده هاخد ساشت واحدة أو اثنين أو ثلاثة، ده على حسب الفريق الطبي لما بنيجي نتكلم. شركة بايوناتشرز هم اللي بيتابعوا الحالة، هم اللي بيقولوا المريض ست أو راجل هياخدوا ساشت واحدة أو اثنين أو ثلاثة.
اوكي ده طبقا لوزنه فقط ولا وزنه وسنه واصابته بامراض من عدمه؟ الوزن والسن، وهو لما بيتحسب له البادي ماس اندكس هو عنده دهون قد ايه. اوكي. ولو والحركه، يعني لو ما بيتحركش خالص او الناس لا بتنزل وبتروح شغلها وناس ما بتروحش شغلها وقاعده في البيت. أوكي. فكل الحاجات دي بتفرق جدا. عندي بقى داخل الكورس، لان انا مش عايزه لما اجي اخس احس ان وشي تعبان. طبعا. مش حلو ان انا اخس وحد يقول لي شكلك تعبان قوي. وفي ستات بالذات بتشتكي دايما من مساله تساقط الشعر والضوافر، مش عارف بيحصل فيها ايه وحاجات كده وتكسير الضوافر. طيب يبقى ازاي هنعمل المعادله دي؟ ان احنا مع الكورس في قلب مالتي فيت، ده من اقوى الفيتامينز اللي موجوده في مصر اعتقد، لان قلب مالتي فيت اولا واخد هيئه سلامه الغذاء، واخد ترخيص، هو موجود في الصيدليات بس الافضل ان احنا بناخده عن طريق الارقام الظاهره عشان اعرف اخد الكورس كام. هو في افضليه دكتوره دينا للمالتي فيتامينز المستورده عن المحليه؟ يعني بنلاقي طبعا مبدئيا كده في فرق هستيري في السعر. هو دي كفايه بصراحه. يعني دي لوحدها تقفل الواحد. أيوة بس برضه في ناس بتلجا للادويه المستورده من منطلق ان في موروث عندنا بيقول ما معناه ان الماده الفعاله المستخدمه في المالتي فيتامينز وفي الادويه المحليه الصنع تقل كثيرا عن يعني اللي زيها في اي منتج مستورد. انا من وجهه نظري لا، الكلام ده مش صح. احنا عندنا مصانع كبيره جدا، مصانع ادويه كبيره جدا، والانتاج انتاج المصري رائع في كل المجالات، مش بس في مجال الادويه، في كل المجالات. جميل. والمستورد دلوقتي مش بنلاقيه اصلا، مش طبعًا متوفر طبعا، ونلاقي فيه باسعار فظيعه. والسعر اضرب، كنت بتضرب في واحد لا اضرب في خمسه دلوقتي. فغالي جدا. كورس بيستا سعر رائع، سعر في متناول كل الناس، من الغني، من المتوسط، يعني كل فئات المجتمع تقدر تشتري. جميل. الكورس جميل. عندي كمان طبعا لو هتكلم على قلب مالتي فيت ليه بقول من افضل، لانه اولا بيدعم جدا النشاط وبيدعم عمليه التمثيل الغذائي، فبالتالي بيدعم على الحرق كمان. طبعا دخله فيتامين بي كومبلكس، كل انواع فيتامين بي، يعني فيتامين بي مهم، اي نوع، ال12 الكوبالامين مهم قوي، الفوليك اسيد مهم قوي. هو مش كل الفيتامينز بيبقى يعني مثلا فيتامين بي، فيتامين اي، فيتامين سي، اشمعنى يعني بي بالذات ليه اسره؟ هو تفرع بقى، هو اللي يعني هو الوحيد اللي ليه اسره. لا هي جت كده بقى. هو الوحيد اللي ليه عيله كامله بالظبط بالظبط. طب وفيتامين لا فيتامين د، في فيتامين د 3 وفي فيتامين د 4، بس طبعا هناخد ال 3 بس. هو الاشهر كعائله هي فيتامين بي. طبعا. فايدته في ايه بالمناسبه؟ فيتامين بي اولا بيدعم لي التمثيل الغذائي. أوكي. وجسمي كله محتاج تمثيل غذائي ومحتاج سعرات حراريه ومحتاج اعرف احرق طاقه، مش بس للحركه، للطاقات الخفيه زي التنفس، زي عمليه طرد السموم من الجسم، زي عمليه مشي الخلايا المناعيه في الجسم عشان تهاجم الفيروسز. مهم جدا فيتامين بي بلس، انه مهم جدا لدعم الاعصاب، عشان كده مريض السكر بيدعم جدا مع الادويه الخافضه للسكر فيتامين بي كومبلكس. عندي كمان داخل قلب مالتي فيت الكالسيوم بنسبه بسيطه جدا. أوكي. عشان الكالسيوم مش حلو ان احنا ناخده بتركيزات عاليه بدون ما احنا ما نسال على الدكتور طبعا. أوكي. لو عندي هشاشه عظم ده موضوع اخر، لكن أوكي. الكالسيوم اللي داخل قلب مالتي فيت نسبته 70، وده مهم جدا لدعم العظم ولدعم العضلات، وعضله القلب محتاجه كالسيوم، وعلى فكره الشعر كمان، يعني يعني الشعر مهم ليه كالسيوم وضوافر. أوكي. وطبعا عندي الزنك اللي معروف قد ايه اهميته للمناعه وقد ايه اهميته للشعر وكل الخلايا اللي بتتجدد في الجسم، ايا كانت الخلايا محتاجه زنك. فطبعا قلب مالتي فيت هو مجموعه بين الفيتامينات المتكامله، ان انا لو خسيت نشاطي مش هيحصل له حاجه، تركيزي هيبقى عالي جدا لانه بيدعم جدا التركيز قلب مالتي فيت. الستات والبنات ما تخافش ان بشرتها هتتاثر او ضوافرها هتتاثر او شعرها هيتاثر، بالعكس. وطبعا كمان عشان نزود معدل الحرق في الجرين كوفي اللي هو القهوه الخضراء، بتزود لي كمان معدل الحرق، وبيطلع كمان مع الكورس هديه فيتامين د. طيب تعالي نقف شويه عند بيستا تحديدا ونشوف من خلال الفيديو ده تجربه ايه وهي كانت بتعاني من السمنه. أوكي. شوف حصل معاها ايه. اتفضل احكي لنا قصتك مع بيستا وازاي ساعدك تخسي. انا اسمي ايه عاطف رجب، عمري 26 سنه، كنت 85 وبقيت 65. الموضوع كان صعب معايا جدا في الحركه، كنت مش بقدر امشي، رجلي كان الوزن تقيل عليها، ما كنتش بعرف اخد نفسي كويس، اللبس
كان صعب جدا، ما كنتش بعرف البس في سني خالص، كنت حاسه ان انا بلبس لبس ماما يعني. الموضوع كان صعب قوي في اللبس. كنت بستخدم بيستا قبل الاكل بنص ساعه، ثلاث وجبات في اليوم. قبلها كنت بشرب الكوبايه، لا طعمه ما كانش فيه اي مشكله خالص، بالعكس هو طعم التفاح فكان لذيذ يعني. ما كانش عندي اي حرمان من الاكل، كنت باكل عادي كل حاجه، بس هو اصلا كان بيسد الشهيه. كنت باكل اي حاجه بس قليل يعني، وجبات قليل. مبسوطه جدا، الحركه بتاعتي بقت خفيفه، بقيت قادره ان انا امشي براحتي، بقيت البس اللبس اللي انا عايزاه. بنصح اي حد عايز يخس في وقت قصير وبشكل صحي ان هو يستخدم بيستا. طيب تجربة هي كانت تجربة ناجحة الحمد لله. في بقى عندنا مجموعة أسئلة جاية من ناس عايزين هم كمان يبقوا زي آية وربنا يكرمهم كده. أنت شفت الصور يا كريم طبعًا، يعني قبل طبعًا وبعد قبل طبعًا شكلها مامتها طبعًا، يعني لما خست نزلت في سن 20 سنة. صحيح فعلا، وده بيحصل في كل مرة على فكرة بنشوف فيه أي تقرير زي ده، في ناس بتحسي كده وكأنها بتتولد من أول وجديد. طبعا الحياة يعني طبعًا بتتغير طبعًا. وموضوع لا موضوع السمنة كمان للستات، لا لا دي مشكلة، عدم ثقة بالنفس وبيكتئبوا يعني طبعًا. يعني الواحدة لما بتتخن 3-4 كيلو بتزعل، فما بالك آية كانت أوفر ويت قوي قوي قوي. صحيح. طيب تعالي بقى نروح لأسئلة السوشيال ميديا. عندنا سؤال من نرمين محمود بتقول أنا مشكلتي إن الدهون متراكمة عندي في منطقة الدراعين والجناب، فالكورس ده هيساعدني في التخلص من هذا الأمر ولا لا؟ كورس بيستا طبعا هيساعدها جدا. تقدر طبعا، وبرجع أقول شركة بايوناتشرلز هي الوكيل الحصري لمنتج بيستا. ما عندناش أي أرقام لطلب الكورس غير فقط الأرقام اللي ظهر على الشاشة. أوكي. الكورس هيساعدها، بتتكلم الفريق الطبي هيرد عليها وهيتابعها كل أسبوع بالمجان، وده مهم قوي المتابعة. اي حد مريض سمنه مهم التشجيع النفسي ليه جدا جدا جدا. طيب فهتلاقي نتيجه كويسه قوي مع الكورس. فكره يعني اللي هي بتشتكي منه هي اسمها نرمين، اللي بتشتكي منه نرمين ناس كتير قوي بيشتكوا منه، وفي ناس بتقدر حتى بالاراده لوحدها تمام تفقد الوزن اللي هي عايزه تفقده، ولكن بتفضل المشكله قائمه في تراكم الدهون في اماكن بعينها، واللي على حسب ما انا اعرف ان منطقه البطن بصفه خاصه كمان من اصعب الاماكن اللي ممكن الواحد يتخلص. هي اكتر دهون يعني، بتلاقي البنات كتير يعني بتيجي تخس وتيجي عند منطقه البطن بتاخد فتره، هي بتخس بتنزل بس بتاخد فتره اكتر من الدراعات، بس في الاخر بتنتهي. طبعا طبعا. ولو انا عملت رياضه كمان مع الكورس او لعبت بطن والحاجات دي هتسرع جدا جدا. أكيد. لو عندي ولازم اشرب ميه كويس قوي. المية مهمة جدا لحرق الدهون على فكرة، وحتى المية مية بتتقال دايما لكل الناس طبعا، اللي عايز يخس واللي عايز يزيد، اللي عنده مشكلة في الجلد طبعًا، اللي عنده مشكلة يعني المية. سبحان الله، خلقنا من الماء كل شيء حي. المية ضرورية للحياة. صحيح. وللصحة وبعدين احنا داخلين على شتاء فبننسى اصلا نشرب طبعًا مية طبعًا. واحيانا لما بحس ان انا جعانة بيبقى جوع مية ومش اكل، ده بيبقى الجوع الزائف بيبقى انا جعانه وانا اصلا عطشانه ومش وباكل. فهو بيبقى جوع الزائف ده جوع، انت جسمك في جفاف محتاج ميه، فلازم نشرب على الاقل 2.5 لتر في اليوم ماء. تمام جميل. طيب سؤال تاني من دينا حامد بتقول انا طولي 163 ووزني 98، وحاولت اجرب رجيم ان انا اعمل رجيم كتير وبخس لكن برجع اتخن تاني من الاول، فهل الكورس هيساعدني في تثبيت وزني لما اخس؟ مشكله اللي بتخس يعني كتير جدا من البنات والستات اول ما بتخس وتطلع على الميزان تقيس نفسها تلاقي نفسها خست، فبترجع تقل انا خسيت فاكل براحتي، فبترجع تاني الضعف. والله العظيم ده انا لسه عندي واحده صاحبتي كده كل شويه انا خسيت بعديها بيومين تقول لي انا رجعت اتخنت، تقول لي لما خسيت رجعت احتفالا بالخسيه. ايوه بحتفل بالخسيه. فلا يعني لازم يبقى عندنا الاراده ومهم كورس التثبيت من شركه بايوناتشرلز، وبرجع اقول هي الوكيل الحصري للكورس، وبنقدر نطلبه عن طريق الارقام وبنرجع او عن طريق صفحه الفيسبوك بايو بيستا. اوكي. طيب ريهام أشرف بتقول أنا جسمي كله مظبوط بس مشكلتي إن عندي لغد وشكله مضايقني قوي، وخايفة أخد أي منتج يخسس جسمي كله ويسيب اللغد على وضعه. دي مشكلة ستات كتيرة جدا طبعا. موضوع اللغد ده لا هي كمان تقدر تستخدم كورس بيستا هيظبط معاها الأداء، وكمان ممكن لما تيجي مثلا تحط الكريم بتاعها أو الكريم النهار أو الليل
ما تنساش الرقبه بتاعتها ومن تحت لفوق. اي هو اللخد ده بيبقى دهون متراكمه ولا بيبقى ترهلات جلديه ولا ايه وضعه؟ بيبقى دهون متراكمه او ساعات اللي بتخس قوي 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 بيبقى فيه ترهل، ده لو كانت تخينه جدا جدا وخس. وفي الحاله دي يعملوا ايه بقى؟ لا الترهل بترجع بقى لدكتور تجميل، يعني لو عندها ترهل اللي هو واقع بس ده بيحصل لما يكون الوزن زياده قوي وتخس قوي ويخس قوي. عشان كده بقول الخسسان لازم بصحه، يعني ممكن تكون فقدت كمان الفيتامينز والمينرالز جامد جدا ولازم يتعملوا. خلي بالك موضوع التكميم ده كمان طبعا في تكميم ناجح جدا جدا، لكن لازم الدكتور على طول يدي الفيتامينز والمينرالز عشان ما يحصلش تهدل وما يحصلش الوش يتعب، والحاجات دي مهمه. صعب قوي حكايه التكميم وقص المعده الواحد بقى بيسمع مؤخرا عن عمليات على السمع، بس الواحد بيخاف والله. صحيح حاجه تخوف. انا دكتوره صيدلانيه لو باخد حقنه بقعد يعني امبارح كنت باخد حقنه بقول لي في ايه يا دكتوره انت بتنشنها قوي، ده الحقنه بخاف منها اصلا. يقول لك تيجي منك انت بالذات. ايوه قالوا لي كده فعلا. طيب اخر سؤال بس جاي لي من غير اسم، فالمهم السؤال او المكتوب بيقول انا مشكلتي في اني كل ما بعمل دايت بخس، بحس بعد اسبوع اني تعبانه جدا وما عنديش طاقه اتحرك ولا اعمل اي مجهود وبشرتي بتبقى شحبه جدا، فتنصحيني بايه؟ انصحها ان لازم تكثر، يعني تاخد اكل صحي، يعني الاكل الصحي مش طول الوقت بقول اكل صحي بس السلطات والخضار والبروتينات ده مهم جدا. وتاخد الكورس، لان الكورس كمان فيه مالتي فيتامين، لو ما عرفتش تاخد الفيتامينات من الاكل بتعوض بألبا مالتي فيت اللي موجود في كورس بيستا. مهم قوي ان ليها فيتامين سي، مهم ليها فيتامين اي، فيتامين اي مهم لكل الستات في جميع الاعمار وبالاخص اللي فوق الـ40. اوكي مهم ليها جدا فيتامين اي. وبيطلع مع الكورس هديه فيتامين د. فيتامين د 70% مننا في الستات او يمكن 80% لو جينا ما بناخدش فيتامين د از سبلمنت وجينا عملنا تحليل هنلاقي نفسنا اقل من 20، وانا كنت واحده منهم. فلازم فيتامين د مهم للمناعه ومهم للطاقه ومهم للمود ومهم للعظم، عشان لو انا فيتامين د عندي ناقص العظم مش هيمتص الكالسيوم. طبعا فمشكله. فكمان بيطلع فيتامين د هديه من شركه بايوناتشرز. جميل، احنا استمتعنا بوجودك معانا كالعاده، نشكرك على وجودك في حلقه النهارده جزيل الشكر، ونشوفك ان شاء الله على خير. وخلونا نطلع فاصل سريع جدا مشاهدينا في كل مكان، ونرجع عشان نستقبل حضراتكم في تاني واخر فقرات الحواريه في حلقتنا النهارده، خليكم معانا. مرحبا بحضراتكم مرة كمان، وزي ما احنا عارفين كده لا صوت يعلو عن المونديال، وخلاص حسم المنتخبات كمان المتأهلين لدور ال 16، وامبارح اتحسم المتأهلين في أول مجموعتين. هنتكلم عن كل ده وعن فرص كمان مباريات النهارده مع الناقد الرياضي اللي منورنا الأستاذ عبد المنعم فهمي. بونجور يا أستاذ عبد المنعم. بونجور. مصممة على بونجور. أنا مصممة. صباح الفل. صباح الهنا. أخبار حضرتك إيه؟ كله تمام؟ تمام والله الحمد لله. الحمد لله. طبعا مستمتع أكيد بمتابعتك للماتشات والمونديال، مفيش شك في ده. متعة مشوبة بحذر وقلق من اللي جاي، يعني أنت قاعد بتتفرج من اللي جاي. هتعمل إيه بعد ما يخلص كأس العالم؟ الوجبة الكروية أصلاً بقى. يعني أنت قاعد في البيت عمال تاكل وتشرب كورة وتنفس كورة وكل حاجة جميلة وخطط ومدربين وجمهور وكل حاجة حلوة. طبعاً. بعد كده بقى بتعمل إيه؟ هنرجع بقى للدوري المحلي. ما إحنا المشكلة كلها إحنا رجعنا للدوري بقى لنا مرتين، بتيجي تقلب الامور مختلفه خالص. ليه بقى من كل النواحي؟ سؤال ليه الامور، تعال نقف بس عند تفصيله كواليتي اللاعبين. حلو. لا ليه بلاش كواليتي اللعيبه الاول، ليه احنا عندنا وانت بتتفرج الاول على الاستادات والارضيه والملعب والارضيه طبعا والملعب والنظام. نفسه والنظام طبعا. كاس عالم احنا بنتفرج عليه ليه؟ ده سؤال اللي انا هطرحه على نفسي وانا هجاوب. طيب الاجابه ايه؟ الاجابه ايه بقى؟ دلوقتي انا بتفرج على كاس العالم. تمام. محفل عالمي ملوش حل، واحسن محفل عالمي كروي. صحيح. المفروض انا استفيد منه كلاعب وكجماهير وكمديرين فنيين. كمديرين فنيين اشوف المدير الفني بيكاتشن ازاي؟ حتى طريقه وقفته، حتى طريقه تعامله مع لاعبته. طبعا. نفس الحكايه بالنسبه للاعبين، اشوف اللعيبه ده بيستفيد ازاي؟ ده واجبات مركزه عامل ازاي؟ ده بيتحرك ازاي؟ كل ده الاستفادة لازم تكون متكاملة وكاملة. كمان الجمهور يبص يشوف الجمهور عامل زي كارنا، ملوش دعوة غير بالمستطيل الأخضر، ملوش دعوة بحاجة تانية ولا هتافات ولا كلام فارغ ولا ملوش لازمة. ده بغض النظر الحاجات التانية اللي هي ملاش لازمة دي، لكن
احنا مش أزمة خالص. لا طبعا مالهاش لازمه وخلي بالكم اللي حصل اول امبارح ده الناس ما تعرفش ان هو المتفرج اللي دخل الملعب طلع عمل فيلم ملوش حل. دخل الملعب على انه قعيد ودخل على كرسي متحرك واول ما جت المباراه ودخل المدرجات وقف وجري فعلا جناح على كرسي متحرك والناس بتساعده وتوديه لغايه المدرجات. دي حاجه من الحاجات اللي ايه من الحاجات الطريفه يعني. ايه ده جنسيته كانت ايه مش عارف ولا على ما اعتقد اكوادور مش عارف انما هو برضو من حتى عنده اكوادور لا انا مش متاكد من جنسيته لكن هو الحركه نفسها الحركه نفسها يشوف عشان يوصل المعنى ده عمل ايه يعني كرسي متحرك واللي بيساعدوه كده وحاجه غريبه جدا يعني ممكن خطه يعني طبعا. فانا اللي عايز اوصل له ان المفروض احنا كل حاجه نستفيد منها نستفيد من المدرجات نستفيد من حركات اللعيبه وشغل اللعيبه والحكام وكل حاجه كل حاجه جميله وتلاقي العيوب بسيطه جدا والسلبيات بسيطه جدا صحيح. فلازم احنا نستفيد ما احنا بنتفرج ليه نفسي الكلام ده احنا نشوف ونتفرج علشان ننمي ملاعبنا ننمي قدراتنا الفنيه ننمي كل حاجه عندنا والمنظومه الكرويه عندنا تبقى مختلفه تمام. شوف التنظيم عامل ازاي شوف الملعب فيه مين بيدخل مين بيخرج شوفوا كل حاجه بصراحه تستحق المشاهده وتستحق الدراسه في نفس التوقيت عشان احنا طالما احنا نفسنا ننظم كاس عالم طالما نفسنا ننظم فعاليات كبيره لازم نتعلم على الاقل من المشاهده يعني الان. لكن بعد كده اكيد في كلام بيحصل اكيد في اتصالات بتحصل مع المنظمين مثلا استفاده من المنظمين قطر عملت ايه جنوب افريقيا قبل كده عملت ايه لانه في انا عارف ان الايام اللي جايه دي ممكن تحمل يعني ممكن يعني بوادر تنظيم مشترك بين مصر والسعوديه على ما اعتقد وممكن دوله ثانيه تدخل معاهم في مساله تنظيم فلازم نستفيد عشان خاطر ايه قطر احرجت الجميع قطر احرجت الدول هتحط الاوروبيه هتحط بريشر هتحط ضغط على امريكا في المونديال الجاي يعني انا بشوف كده ان انت هتبتدي تقارن هي حطت ضغط من دلوقتي المصروفات اللي صرفتها والتنظيم نفسه والملاعب نفسها والمباريات حتى طالعه ما فيش مباراه بتبقى انت زهقان منها حتى المباراه اللي انتهت بالتعادل تبقى مبسوط وفرحان وانت بتتفرج مباراه جميله للغايه. برضو من الحاجات اللي كانت ملفته قوي للنظر في النسخه دي تحديدا من المونديال فكره ان ما فيش شغب جماهيري خارج اطار الملاعب. لا ما فيش لانه خلي بالك الشغب الجماهيري ده كان بيحصل لاسباب كتيره جدا الحاجات اللي اتمنعت اللي مش عارف اللي الحاجات دي برضو بتساهم اكتر وفي نفس التوقيت البلد صغيره وتقدر تحكمها البلد الملاعب قريبه من بعضها فتقدر تحكم طالما البلد صغيره فطبعا التواجد الامن والشرطي هتلاقيه كتير جدا فهتلاقي كل حاجه محكومه وكل حاجه ايه معروفه. خلي بالك اللي احنا ما بنشوفوش ان في رؤساء دول سابقين وحاليين وناس بمناصب كبيره موجودين في قطر وحتى ممكن وسائل الاعلام ما بتجيبش الصور دي كان رئيسه كرواتيا كانت موجوده وبتتصور اول امبارح ورئيس مش عارف ايه ورئيس ايه فده ده يبين لك ان الفعاليه دي مهمه جدا وقطر كسبت من وراها كتير جدا سيبكم من الكسب هي خسرت ماديا طبعا اكيد صرفت كتير لكن المكاسب المعنويه المكاسب الفنيه المكاسب المنطقه كلها كبيره جدا علشان التنظيم لغايه دلوقتي خارج بصوره محترمه للغايه. حلو قوي تعال بقى نتكلم على الماتشات المهمه واللي عندنا منها شويه قلق كده نبدا بالسعوديه والمكسيك. جايبين ورق معانا اهو اقرا لنا من الورق وماله كله متقايل مذاكر كويس استاذ عبد المنعم. لا ما هو انت عندك فرق كتير هتفتكر ايه ولا ايه المجموعات هتضرب في بعضها فممكن نتكلم عن مونديال تاني لا خلينا في المونديال بتاعنا. نبدا بالسعوديه والمكسيك وفرص السعوديه ايه يعني خلينا كده نبدا بيهم. السعوديه والمكسيك انا عاجبني اداء السعوديه بصراحه وقبل اداء السعوديه عاجبني اختيار مدرب هيرفي رينارد من المدربين الممتازين والرائعين والقادرين على انهم بغض النظر او بالاضافه لفنياتهم عندهم حماسه وعندهم هو الفيديو اللي اتحط ده واتشاف قال انا ما كنتش اقصد هو كان مطلوب دقيقه واحده بس تعمل ففوجئت الناس صورت وكان حسن الحظ ان انا كسبت لانه خلي بالك لو كان خسر الخطبه الحماسيه ده راحت فين راحت على الهواء. فطبعا اللي حصل ان رينار مدرب يعني ذو خبرات وفي نفس الوقت السي في بتاعه عالي جدا وصاحب مشروع وما راحش
منتخب الا لما فعلا طور فيه. كان نفسنا يكون في موجود في مصر طبعا بغض النظر عن، لكن عمل طفره في السعوديه، عامل شغل. هو كان عايز يجي يدربنا اصلا. انا يعني والله انا الكلام اللي الكلام اللي بيجي من مصادر مصريه انا بس يعني ما لا بس كان في فرصه ان هو يجي لكن لم تتم بقى على كل حال يعني تفاصيلها. وكان في فرصه للاهلي قبل كده، وكان في فرصه برضه يجي برضه منتخبات لو جه مكسب، حتى جه في اي وقت صحيح. مكسب لانه مدرب يعني بغض السي في بتاعه حلو وبيقدر يعمل منتخبات، وده اللي خلى السعوديه تقدم مباريات رائعه جدا وخلت الناس كلها متمسكه بان السعوديه بامال السعوديه في انها تعمل ماتش رائع جدا الماتش اللي جاي. وانا اتوقع طبعا انها تكون ان شاء الله في الدور الثاني وتدي العرب باور كبير جدا. وطبعا احنا فرحانين ومبسوطين الفوز على الارجنتين ده لوحده بطوله، بس هم استغرقوا طبعا شويه في الفرحه، والفرحه خدت منهم كتير، وده اللي خلاهم الماتش الثاني ما يكونوش على مستوى المسؤوليه. لكن هم السعوديه هتكسب المكسيك وهتصعد ان شاء الله، بس المشكله كلها مع بولندا والارجنتين. الماتش ده اللي هيكون ماتش جبار من نار طبعا. يعني بولندا 4 نقاط والارجنتين 3 والسعوديه 3 والمكسيك نقطه واحده. الاضعف الحلقه الاضعف طبعا في هذه المجموعه المكسيك. هتلاعب السعوديه، السعوديه مكسب السعوديه يضمن لها التاهل للدور الثاني. الارجنتين لازم تكسب بولندا عشان تصعد. لو تعادلت هيصعد البولندا وتصعد السعوديه. انا مش قادر اصدق ان الارجنتين على المحك، يعني انت متخيل الناس قبل المونديال كانت تقول لك الارجنتين هي اللي ممكن تبقى للفوز باللقب يعني غريبه شويه. ما هو على الورق احنا والتاريخ ارجنتين وميسي، لازم احنا نرشح الارجنتين وميسي. الشعب المصري بيحب البرازيل والارجنتين من طول من زمان جدا، فاي ترشيحات بتدخل فيها الارجنتين او اي فعاليات لازم نشجع الارجنتين. والبرازيل لازم نشجع ايه البرازيل. لو بلغه الارقام برضو طبعا، مع الاسف العناصر الموجوده فيها مش العناصر الجامده. هو دايما الارجنتين حتى ما اعرفش دايما كنت احس ان هم يعني دايما هم منتخب العنصر الواحد الفعال. يعني مارادونا هو اللي كان النجم والقائد والكلام ده، نفس حكايه ميسي. بس ميسي دلوقتي محتاج اللي يشيله، مش هو اللي يشيل الفرقه. يعني عنده 35 سنه، فمحتاج معاه مجموعه من اللاعبين اللي يكون عندهم موهبه كبيره او قريبه منه تساعده انه يقود فرقه. لكن مع الاسف الشديد العناصر بيعمل الفينيشنج، مش هو اللي يفعل بالظبط. بالظبط. لكن هو دلوقتي لا، الارجنتين يعني ما حسسناش منها ومن ادائها في البطوله دي انها ممكن توصل لاماكن اكبر، عشان خاطر السعوديه كشفتها. السعوديه مباتش السعوديه ده. انت حاسس ده مع البرازيل؟ نعم. هل حاسس نفس الاحساس مع البرازيل؟ لان في ناس كتير انا واحد منهم شايف ان لو هنتكلم عن الارجنتين والبرازيل كاثنين من اقوى المنتخبات طبعًا تاريخيا طبعًا وفعاليه في اي نسخه من المونديال، حاسس ان هم بعافيه بالمقارنه باللي كانوا عليه الارجنتين والمنتخبين. المنتخبين اضعف مما كانوا عليه زمان. هو اضعف، بس البرازيل افضل حالا لانهم عندهم عناصر ممتازه وعندهم عناصر كويسه وعندهم يعني مش بتاثروا. يعني خلي بالك نيمار اصيب لكن هم ما تاثروش، فازوا في المباراتين. عندهم عناصر كويسه، عندهم عناصر في كل مركز، عندهم عنصر واثنين وثلاثه، والجماعيه شايفين الجماعيه بتاعتهم بشكل جيد للغايه. لكن انا شايف ان البرازيل هي ممكن تاخد كاس عالم بشكل مرتاح جدا، لان المنافسين بالنسبه لها حتى الان اللي اقنعني فرنسا، واقنعني البرازيل واسبانيا شويه، وكمان انجلترا داخله معاهم. لكن في النهايه انا شايف ان البرازيل ماشيه بخطى. خلي بالك مش شرط انك انت تقدم ماتشات حلوه في الدور الاولاني وده يعني لو قدمت ماتشات حلوه في الدور الاولاني ماشي انت مرشح. بس الكلام كله ايطاليا 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 82 خدت كاس عالم وعملت 3 تعادلات في الدور الاولاني. مش شرط اللي يصعد، بس خلي بالك ممكن في مدربين عندها مدارس تقول لك لا انا اعدي بس الدور الاولاني ده واخش على دور 16، ودور 16 ده ليه كلام تاني، ودور اللي بعد منه له كلام تاني، دور قبل النهائي ليه كلام تاني. كل حاجه ليها حساباتها مع كل مدير فني. هي دي مدارس، فالمدارس دي بتبقى مختلفه اكيد طبعا. واكيد المدير الفني البرازيلي ماشي بالمرحله دي، وطبعا جاي ياخد كاس عالم. الارجنتين المفروض جاي ياخد كاس عالم، في فرقه جايه تاخد كاس عالم. ما طبعا المفروض يعني يروح تبقى موجود. انا اعتقد على فكره المونديال في ناس جايه تهزر، خلي بالكم في ناس جايه تهزر. لا ما اعتقدش المونديال ده يا استاذ عبد المنعم. انا حاسه المنتخبات المره دي كله بجد بيستقبل، بس مش ياخدوا كاس عالم. يعني في ناس جايه تمثيل مشرف، في ناس جايه تعمل اداء تثبت نفسها، في ناس
بتحاول يعني، بس في تصريحات غريبه بتطلع من ايتو مثلا، يقول انا هنافس على كاس عالم انا والمغرب. سونج يقول لك انا هغلب البرازيل ماشي، كل ده طموحات، بس ورينا على ارض الملعب. افلح ان صدق، بس ورينا على ارض الملعب. يعني الكاميرون لغايه دلوقتي بتعاني، فانت هتنافس على يعني انت عايز تكسب البرازيل بمستواك ده مش حلو. لكن في منتخبات اديت لك انطباع انها جايه مش جايه تهزر، في منتخبات جايه بتهزر، في منتخبات جايه ما استعدتش، في ناس بتتعامل بالتاريخ. لا الكلام ده، المونديال ده اصبح حتى انا خدت عنوان في الاهرام الرياضي عندنا، خدنا في عنوان في الاهرام الرياضي اسمه مونديال المفاجات، مونديال المفاجات او خارج التوقعات. انت مين يتوقع ان مثلا ان الارجنتين يخسر في الماتش الاولاني؟ مين يتوقع ان اليابان تفوز على المانيا؟ مين يتوقع النتائج الغريبه جدا ديت؟ مين يتوقع ان المانيا بعنفوانها وقلل قدرها في المستوى ونقطه واحده بس ومعرضه للخروج؟ مين يتوقع ان السعوديه تكسب؟ ناس كتير قوي شمتانين في المنتخب الالماني طبعا عشان اللي عملوه، علشان الموضوع هقول لحضرتك كتير يا ده، هقول لحضرتك على حاجه. انا عايز اطرح سؤال وانا اللي هجاوب عليه برضه، ده السؤال الثاني وانا اللي هجاوب عليه. طب نقوم بقى احنا، عجباني اول فقره زي الفل. طب تيجي نقوم يا كريم، والله نوحدها الحكايه نعممها بقى. اصل انا المفروض اجاوب مش اسال، فلما اسال سؤال اكيد بقى اللي هجاوب برضه. السؤال بيقول ايه؟ السؤال انا نسيت السؤال. لا حسب نجبه. كنا بنتكلم على المانيا. ما انا فاكر لسه الزهايمر ما عملش شغل لسه. كل المونديالات اللي فاتت فيها نفس الكلام اللي بيحصل دلوقتي واكتر، يعني فيها دعوات لكذا ودعوات لكذا وكذا وكذا وكذا، لكن الامور كانت ايه؟ لا تضخم بهذا الشكل. ايوه عشان طبيعه المجتمعات اللي بتعلن بالظبط هي دي. عادي مسامحه بده بالفعل، ماشي عادي، بس انت مدخل الامور عندك بالنسبه لك بشكل فج شويه وبشكل ايه؟ يعني كان كل الدعوات موجودة، لكن في النهاية أنت بتحاول تفرضها علينا ولا ما تفرضهاش. احترم العادات بتاعتي، احترم الثقافة بتاعتي. أنت طبعا أنت في دولتك بتفرض قانون معين لازم الناس تمشي عليه، قانون المرور، قانون يعني أنت لو كل قوانين الدولة بتحترمها، لكن هم ما كانوش عايزين البلد عربي ينظم المونديال. فبالتالي الدعوات دي، خلي بالكم دي مفاجأة ممكن تكون ناس عارفة، ممكن الناس تكون عارفها، إن الدعوات دي كانت موجودة من بدري، ومحاولات تاكيد ان قطر مش قادر تنظم. ده من اول ما اعلنوا ان قطر هي اللي حضرت بالظبط كده. فده معناه ايه؟ كان معناها محاولات لسحب البطوله واسنادها لدوله اوروبيه. ده اللي خلى ان الناس كلها مش راضيه عن تنظيم المونديال في ارض عربيه، لكن قطر احرجتهم للامانه. تنظيم رائع على اعلى مستوى برغم ان البلد صغيره. وطبعا البلد خلي بالكم كل مدى بتخف دلوقتي، قطر دلوقتي زحمه جدا، يعني الناس هناك بيقولوا زحمه جدا. فمع الدور الاولاني يخلص هتلاقي ناس كتير جدا سافرت ومشيت طبعا. فالامور بتهدى شويه. خلينا نقول على جزئيه مهمه جدا، جزئيه ان الفرق دلوقتي هتبتدي انها تختلف، مستواها يختلف تماما عن الدور الاولاني. هنشوف مستويات ثانيه خالص، تنافسيه اعلى 16. يعني ليه؟ لانه خلي بال حضرتك في 16 المرحله الاولانيه معروفه انها مرحله تجميع النقاط. أيوه. ومحاوله التاهل. لكن الدور الثاني اقصائي، شكرا ومع السلامه طبعا. فطبعا المفاجات هتبقى شغاله، وكل واحد بيعمل حساباته، كل واحد بيحاول انه يصعد لدور 16، خصوصا من الفرق العربيه والفرق الافريقيه. نتمنى ان اكثر من فريق عربي واكثر من فريق افريقي يصعد، عشان خاطر المونديال اللي اتعمل في قطر يبقى للدول الافريقيه والدول العربيه نصيب. لان قطر طبعا خروجها ده كان مش كانت صدمه كبيره جدا، لان اول مره دوله مستضيفه واول مره تخرج بثلاث يعني هزايم، والماتش الافتتاحي كمان ان الدوله المستضيفه تخسر. طبعاً طبعاً يعني طبعاً وحشه قوي كانت. لكن بصراحه احنا مستمتعين، كلنا مستمتعين وحاسين بالفارق الكبير جدا بين الكره المصريه، زي ما قلت لكم لازم نستفيد من ده بديهي طبعا، والكره الافريقيه والكره العربيه كمان. يعني فرص الكرة الأفريقية والعربية إيه في المونديال؟ هل وارد تحت أي ظرف ونتيجة أي مفاجأة غير متوقعة نلاقي منتخب عربي أو أفريقي أضعف الإيمان في المربع الذهبي؟ خصوصاً بعد كمان فوز غانا التاريخي على كوريا الجنوبية. فوز غانا وفوز المغرب. خلي بالكو من أسبوع كده أنا كتبت على صفحتي وقلت إن فوز مصر على بلجيكا حيساهم إن المغرب تفوز على بلجيكا. طبعاً وقد كان. وقد كان لسبب بسيط، انت بتدي هو بلجيكا اختار مصر عشان خاطر مصر اقرب الدول للمغرب من اجل التجريب، لكن مصر كذبت بلجيكا وعرت مستواها تماما قدام العالم كله، وثبت ان بلجيكا مش هي بلجيكا، في مشاكل في خلافات في غرف خلع الملابس، بغض النظر عن الكلام اللي بيطلع اللي بيتقال انه مفيش خلافات، لا في خلافات، في سن اعمار سنيه كبيره جدا، في مدير فني مش عارف
يعني مش عارف يحقق نفس اللي حصل الدوره اللي فاتت. فبلجيكا يعني مع الاسف الشديد ممكن تخرج من البطوله. عجبني جدا المغرب، المغرب بمدير فني وطني، مدير فني لسه جاي بقاله 3 4 شهور او عمل شغل كبير جدا واثبت ان خليل زيتش وفي التفاف حواليه من اللعيبه ومن جماهير ليه لانه هو انحاز للجماهير وراي الجماهير، رجع اللعيبه الكبيره اللي كان على فكره وحيد خليل زيتش اتسرقت شقته على ما اعتقد في هو عايش في فرنسا او مش مين اللي سرقت شقته؟ جماهير بعد الخساره، بعد الجماهير بعد اللصوص طبعا، مش جماهير اللصوص، بعد ما خسر بعد ما كسب المغرب سرقوا شقته كنايه فيه. دي من الحاجات اللي ما اتقالتش في طبعا مصر يعني. اول مره نسمعها فطبعا ايه يعني انت عندك واحد زي زياش ايه ده يعني رجل المباريات الاوحد او من اللعيبه اللي بتقدم شكل ممتاز جدا مع المغرب، حد يقعد وعبد الرزاق حمد الله برضه لما يعني المهم ان في عناصر كان لازم ترجع للمغرب. وحسنا فعل وليد الرجراجي او وليد الركراكي عامل شغل كبير جدا، وده قيمه المدير الفني الوطني اللي فاهم، مش المدير الفني اللي جاي سبوبه نحتاج. المدير الفني اللي جاي انتوا عارفين طبعا انا بقلد مين، فما هي مش ناقصه مفهوم يا فندم مفهوم. المدير الفني الوطني اللي عنده حس وطني مش عنده حس بنكي، فاهمني؟ الحس البنكي مختلف عن الحس الوطني. الحس الوطني يعني عايز اعمل حاجه لبلدي. ده يا سيدي الحس الوطني هيؤدي الحس البنكي البنكي والناس كلها كمان تدعيه بالبركه، ده انت هيقفلك بالحراسه على حاجتك. يعني شايفين المدربين الوطنيين عاملين ايه مع بلادهم، وكل وخلي بالكم معظم المنتخبات المشاركه في المونديال معظمها مديرين فنيين وطنيين ما عدا حاجات بسيطه يعني. وده ياكد ان المدير الفني الوطني ليه قيمته، بس اهم حاجه قيمته حقيقيه مش قيمته تترجم على الارض من اختياراته يعني. الناس اللي هي ليها مصالح في الاختيارات اكيد اكيد. يعني احنا ايه اللي ما وصلناش كاس عالم؟ حاجات كثيره جدا، منها مدير فني وطني ساهم بنسبه كبيره جدا ان انا ما وصلتش كاس عالم. يعني كان احد الاسباب، مش سبب رئيسي لكن كان احد الاسباب. لكن لو وفق كيروش هل كان يعني ما احد اسباب العمد؟ المهمة. اكيد مش المهمة. العمد برضو يعني انا ما اتوقعش ان هي كانت العمد. ما هو في يعني. اهمال، في حاجه اسمها اهمال، في حاجه عدم اعتناء بمنصبي، عدم اعتناء بان انا احاول اساعد منتخب بلدي، ده اللي خلاني ما اوصلش كاس عالم. يعني انت لما تبص على كاس عالم دلوقتي مش بتبقى متحسر على منتخب مصر؟ الواحد بيزعل طبعا يعني في بعد ما شفنا اللي السعوديه عملته واللي المغرب عملته. في منتخبات كمان انت احسن منها، انت باللي اديته في ماتش بلجيكا اديت ايحاء انك انت الله ده ما احنا فين. يعني المدير الفني البلجيكي قال انتوا فين من كاس العالم؟ فين انتوا من كاس العالم؟ يعني مش المغرب مش احسن مننا، ولا السنغال احسن مننا، لكن ولا كندا ولا الاكوادور. وخلي بالكم في حاجه مهمه ثاني برضو، لازم الاتحاد الدولي يبص لها. في في قارات 10 منتخبات بتشارك، 5 بتدخلوا منهم او 4.5 يعني. وفي مثلا اسيا كل سنه قطر اللي بيدخل كل تصفيات، السعوديه ومين ثاني بتقول، واليابان بيدخلوا على طول. طب الضيوف دائمين. طب افريقيا، بصوا لافريقيا بنظره ثانيه مختلفه تماما، عشان خاطر بدل ما يكون عندنا 5 مقاعد يكون عندنا اكتر. وخلي بالكم اللي حصل السنه دي من المنتخبات الافريقيه ممكن يعني ممكن لو المسؤولين عندهم قابليه ان اللي يبقى اعاده تدوير المقاعد دي، اتمنى، لان خلي بالك افريقيا تستاهل ان احنا يبقى لنا اكتر مقعد هناك، بدليل ما قدمه المنتخب المغربي، بدليل ما قدمه المنتخب غانا. فلا احنا قادرين ان نعمل، بس يعني في منتخبات برضو ما ادتش يعني في افريقيا، بس يعني مثلا يعني الكاميرون برضو شخصيا الكاميرون يعني الكاميرون انا مش شايف. هو سونج كان برضو بيقول لك هنافس على كاس العالم، ايتو ليه تصريح بيقول انا هنافس على كاس العالم وانا والمغرب. تصريحات حاجه والكلام ابو اسف التنفيذ والملعب حاجه تاني مع الاسف الشديد. طيب بص يعني خلينا كده نتكلم برضو عن المديرين الفنيين شويه.
لو هنتكلم من وجهة نظر أستاذ عبد المنعم، مين المدير الفني اللي انت شايف مع أنهي منتخب طبعا اللي انت شايف بجد هو الافضل حتى هذه اللحظه؟ مش هنقول حصان الاسود بس الافضل حتى هذه اللحظه. حصان اسود في البطوله لغايه دلوقتي انا مش شايف، مش شايف. انا شايف السعوديه ماشيه في انها في طريقها. لو تاهلت لو كسبت المكسيك او تاهلت ان شاء الله، ان شاء الله هتكون الحصان الاسود، الحصان الاسود البطوله كمديرين بقى. مديرين انا خليني منحاز لافريقيا وليد الركراكي مع المغرب بصراحه، يعني انا شايف عامل ماتشات كويسه، اداء مع نتيجه، في انسجام اللعيبه، في متعه في الاداء. احلى حاجه تقدر تقيم بيها واكتر حاجه تقدر تقيم بيها هو التطوير اللي بيخلقه المدير الفني مع المنتخب او مع الفريق. خلي بالك شفنا ده فعلا بقاله قد ايه، ما كملش 3 4 شهور. يعني احنا عندنا بقى الانسجام لازم يقعد 3 سنين عشان ينسجم وسنتين تاني عشان خاطر يعني ياخد على اللعيبه، وست سنين تاني عشان خاطر ايه يعني الكيمستري يعني يطلعوا معاش هم هو واللعيبه. بالظبط كده، ندور على جيل تاني، ومع الاسف الاجيال اللي تحت برضه بتخرج وفي مشكله. طب احنا المشاكل اللي بنعاني منها واللي بنتكلم عنها واللي قائمه بقى لها سنين طويله، يعني نقدر نقول ان هي ابتدت شويه تتحرك تجاه الاصلاح في رايك في ضوء اللي حصل الفتره الاخيره وتكليف، ولا برضه شايف لا؟ بدليل المنتخب بتاع الناشئين بتاع محمد وهبه خرج من شمال بطوله شمال افريقيا بشكل مش جيد، يعني برغم ان هو منتخب جاي، منتخب كعناصر جيده. بص يا استاذ كريم، احنا الزمنا ايه بقى يا استاذ؟ الزمنا يعني الروشته بتاعت الكره. انا رئيس اتحاد كره القدم استاذ كريم معرفه كبيره جدا، ما اختاروش عن طريق معارف ولا عن طريق مصالح شخصيه، اختار الرجل المناسب في المكان المناسب. احنا ما عندناش ده في مصر، ما عندناش هذه الجزئيه. يعني خلي بقى، وده في كل المجالات مع الاسف الشديد. اهم حاجه فلان في مصلحه، فلان قريبي، فلان في بينه وبينه بيزنس، فلان بينه وبينه يعني اهل الثقه قرابه. لا مفيش اهل ثقه خالص، مفيش اهل ثقه. لا مش عايزين ناخد الصوره ان هي كده 100% برضو، يعني موجوده دي موجوده. مش انا اللي بتكلم، انا المسؤول عن الكلام ده. انت اكيد مسؤول عن الكلام ده، بس برضو الكلام ده بيتقال معانا وفي القناه، فانا مش بدافع. لا لا مش بدافع، بس انا بقول لك لا يمكن ان احنا نتكلم ونجمع يعني بهذا الشكل. انا قلت انا على فكره كلامي دقيق جدا، انا في بعض لو في بعض تمام، او معظم، خلينا في معظم، معظم برضو لكن مش الكل. الاجماع ما اعتقدش ان هو مناسب. ايوه يعني. ما هو في ناس واخده مناصب وعامله فيها شغل كويس. اهم حاجه الضمير اللي بيحكمني. اكيد إيه؟ انا عندي ضمير، عايز اعمل ايه؟ عايز اكسب فلوس ولا عايز اعمل انتاج جيد؟ هو ينفع تتساب لضمائر واهواء واذواق الناس، ولا لا صح ان يكون في جهه رقابيه ما من حقها ان هي لما تشوف اي وضع معوج تعدله؟ هو ده المفروض وده المطلوب. يعني ايه اللي حصل في منتخب 2005؟ هيتم تسريحه وجيل خسرناه من الاجيال، في اجيال كتير جدا. في هو ليه هيتم تسريح صحيح 2005؟ لانه السن، مفيش استحقاقات دوليه تتلعب، فبالتالي هيعملوا فريق 2006 وياخدوا معاه 2005 لان في عناصر كويسه. فبالتالي انا محتاج ان انا اجي اختار في الاماكن اللي فيها اهميه، اختار الرجل المناسب في المكان المناسب اللي هيخدم البلد. انا مش عايز اخدمك انت كشخص، انا عايز اخدم البلد، فاختار الشخص المناسب في هذا المكان. ثقوا تماما، لو تم اختيار الرجل المناسب في المكان المناسب، والله والله احنا من القمه للقاع هنكون افضل وافضل وافضل. ولاحظ خلي بالك، انت لما اخترت الرجل المناسب في المكان المناسب عملت ايه؟ ما انت صعدت لكاس العالم مرتين. لما الجوهري الله يرحمه مش رجل مناسب في مكان مناسب، صعدنا كاس عالم. لما اخترنا مدير فني، يعني مش عايز اقول لك انه بيحب مصر، اللي هو كوبر بيحب مصر اكتر من 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 حاجات. يعني محمود فايز احنا بنتكلم معاه، بيقول لك الراجل هم ثلاثه استثنائيين، كوبر وكابتن جوهري وكابتن الله حسن شحاته، وصعدوا بيك ايه وعملوا بيك شغل، لانه اهم حاجه في بالنسبه لهم ايه؟ ان يحقق طموحاته الشخصيه وطموحات بلده. فبالتالي هو بيكسب من ناحيتين، بيكسب حسن شحاته بقى اعظم مدير فني في تاريخ مصر، وكوبر احنا ما ننساهوش حتى ولو طرقه الدفاعيه بس وصلنا كاس عالم. والجوهر الله يرحمه عمرك ما تنساه، لانه احد الناس اللي ساهمت في رياده ورفعه الكره المصريه. فانت طالما اخترت الرجل المناسب في المكان المناسب، اكيد الرجل ده هيدي ويخلص لعمله، لانه في النهايه هدفه الاساسي خدمه بلده مش خدمه رصيده في البنك. طيب على كل حال خلينا نروح للمجموعات، اتكلم معاك شويه في المجموعات. تعالى نبدا بالمجموعه السادسه،
لا خلينا لا عشان انا معايا ورق كتير. ايه عايز ايه طيب؟ مرتبهم؟ عايز تبدا يعني من الثالثه مثلا، نبدا من الثالثه، الارجنتين، السعوديه، بولندا والمكسيك. ماشي. طيب الارجنتين وبولندا ولا الارجنتين والسعوديه ولا بولندا والسعوديه من وجهه نظرك؟ المكسيك انا هستبعدها. بصي الارجنتين 3 نقاط وبولندا 4، الماتش بين الاثنين الفائز خلاص داخل يعني والخاسر في مشكله كبيره جدا لو السعوديه كسبت المكسيك خلاص، يعني بولندا والارجنتين الفائز فيهم خلاص. انا بسألك توقعاتك ايه؟ توقعاتي توقعاتي تعادل. تعادل اوكي. طيب الرابعه عندك فرنسا السعوديه خلاص. والمكسيك السعوديه والمكسيك السعوديه تكسب المكسيك السعوديه طبعا ان شاء الله. لا يا المكسيك يعني من المنتخبات اللي بيتقال عليها ما جاتش تقريبا برضو للاسف، بقى زي كان التعادل بين بولندا والارجنتين في مشكله. الارجنتين طبعا لو كسبت السعوديه الارجنتين بره تبقى صدمه على فكره، تبقى فعلا مفاجاه المونديال ده حقيقي. التعادل يعني نفسه في مشكله بالنسبه للارجنتين. طيب المجموعه الرابعه فرنسا ضمنت التاهل زي ما احنا عارفين خلاص، بعد كده مين بقى المنتخب الثاني وجهه نظرك برضو استاذ عبد المنعم؟ استراليا، تونس، والدنمارك. تونس طبعا صعب جدا تكسب فرنسا، مستحيل طبعا، بس كل شيء وارد الله اعلم. انا بقول احنا قلنا على الورق مفاجأة. على الورق اللي معايا اهو بيقول انه صعب جدا ان تونس تكسب فرنسا، لان الارهاصات والبدايات الاولانيه تؤكد ان تونس مش ساعات لما يكون التحدي صعب قوي وكل الناس عارفه من الاول ان انت استحاله تنجح فيه فتنجح فيه. ما هو ماشي بس لازم يبقى في بشاير لده وبوادر. هي دي البشاير. فين البشاير؟ مفيش بوادر. حتى القياده نفسها، القياده بتاعت جلال القدري، انا ما شفتش فيه يعني. هو الماتش الاولاني كان كويس، لكن الماتش الثاني مع الاسف تراجعوا غير مبرر، لكن في النهايه كل شيء وارد. لكن انا شايف فرنسا صعب جدا تخسر الماتش اللي جاي ده طبعا. استراليا والدنمارك، استراليا غريبه جدا مع 3 نقاط والدنمارك عندها نقطه، ماتش مهم جدا وصعب جدا، اتوقع فيه الدنمارك تعمل نتيجه ممكن تكسب. اداء الدنمارك على الارض احسن، بس ارقام يعني في الارقام لغه الارقام استراليا افضل. دي بقى معادله برضو غريبه، انا شايفه الدنمارك بيلعبوا مش يعني مش وحش. ماشي، بس اهم حاجه انت زي ما قلنا في البدايه الفرص، اللعيبه اللي تعرف تخلص، اللعيبه اللي عندها قدره انها تمسك زمام مباريات. خلي بالكوا الكوره مش مجرد 11 لاعب في 11 لاعب، ده فكر تكتيكي، والدقايق الاولانيه محتاجين كذا في. بس هو تاريخيا الدنمارك طول عمرها اتقل من المنتخب. بس استراليا ليها باع كبير جدا اكيد طبعا في البطولات العالميه، وممكن تعمل عامله نتيجه كويسه هي وعندها 3 نقاط، فبالتالي فرصتها موجوده بشكل كبير يعني. الخمسه عندنا اسبانيا، المانيا، وكوستاريكا، واليابان. اليابان دي كانت مفاجأة طبعا، كلنا فرحانين ليها بصراحة، كلنا كنا يابانيين في اليوم ده. ناس محترمين بصراحة، كنا فرحانين جدا وزعلنا الماتش التاني لما خسروا. أكثر الشعوب احتراما، أنا ما شفتش كده في حياتي. اسبانيا طبعا بصراحة منتخب شاب، ومنتخب فيه مجموعة من اللاعبين الصغار اللي هم مستقبل كبير، وإنريكي عامل معاهم شغل كبير. متوقع يعني ماتش هيكون سجال ما بين الدين، بس الغلبة لأسبانيا طبعا أكيد. كوستاريكا وألمانيا، كوستاريكا تكسب إن شاء الله. ان شاء الله. تصدق بقى انا نفسي كوستاريكا تكسب فعلا. ان شاء الله يعني المنتخب الالماني طبعا يعني ده احنا بنقوله على المستوى هزار يعني، بس هو بجد المنتخب الالماني بعد الافعال الاخيره. لا في ناس كتيره جدا يا كريم يعني كرهت المنتخب الالماني بجد طبعا عشان الاصرار، مش بداوا هم بس يتراجعوا شويه، بداوا يعني روديجر يطلع يتكلم، كذا لاعب يطلع فيهم يتكلم، جوندوجان برضه طلع يتكلم على فكره تاني. يعني كل واحد حر يعمل اللي هو عايزه، ولكن ما تفرضش علي حاجه. انا دي النقطه اللي معصباني جنناني منهم جدا، ما تفرضوش علينا ثقافتكم، انتوا جايين عندنا احنا مش اللي عندكم يعني. وهناك لو انت بس خالفت القانون ولو قد كده مصيبه. فاللي هو في ايه يعني؟ المانيا اللي عملته والحركه اللي عملتها في الصوره التذكاريه هي اللي عملت كده، لكن في خلي بالك مش المانيا لوحدها، في فرق كتير جدا عملت كده. هنستعرض الفرق الكتير دي، بس يعني اسمح لنا نطلع فاصل من خلال لحظات سينفع اذان الظهر، ونرجع بعدين نكمل كلامنا مع حضرتك، خليكم معانا. اهلا بكم اعزائي المشاهدين، ونكمل فقرتنا اللي انا يعني بسال وبجاوب فيها. حلاوتك يا استاذ عبد المنعم، حلاوتك وانت بترجعنا من الفاصل. نرحب بحضرتك مره كمان، نرحب ببعض بقى احنا كلنا يعني. طيب احنا حلوه ها؟ جميله جديده. طيب احنا عندنا 5 دقائق تقريبا نحاول نكمل المجموعات عشان ايه؟ نمسك الورقه تاني. نرجع للورق، احنا خلصنا الخمسه
وهنبدا بقى دلوقتي بالسادسه المغرب وكرواتيا وبلجيكا وكندا. توقعاتك يعني؟ مجموعه شائكه وصعبه. دي حقيقه جداً. يعني كرواتيا 4 نقاط وبلجيكا 3. كرواتيا التعادل بالنسبه لها حاجه يعني اكيد هتطلعها طبعا. المغرب التعادل يصعدها برضه يعني الماتشين لو انتهوا تعادل المغرب وكرواتيا التعادل يصعدها ايا كانت حسبه بقيه المجموعه او الماتشات. هو انت عندك بلجيكا هتبقى 4 نقاط وكرواتيا هتبقى 5. المغرب لما تتعادل مع كندا كندا هتبقى نقطه والمغرب هتبقى 5. يبقى 5 مع طب انت كده هيبقى عندك منتخبين عندهم 5 نقاط. طيب ما انت بلجيكا 4 وكندا نقطه. تمام. أيوة يعني أوكي. التعادل في صالح المغرب. المغرب المباراتين السبعة عندنا طبعا زي ما حضراتكم عارفين خلاص البرازيل اتأهلت فيها. بعد كده بقى مين المنتخب اللي جاي؟ عندك سربيا، عندك سويسرا، وعندك الكاميرون. طبعا التأهل منحصر ما بين سويسرا طبعا البرازيل خلاص، لكن سويسرا 3 نقاط فرصتها كبيرة جدا. سربيا نقطة واحدة بس، فوز سربيا هيخليها 4 نقاط، والبرازيل لو كسبت الكاميرون يبقى ممكن سربيا والبرازيل بنسبة فعلا سربيا عندها فرصة. عندها فرصة طبعا لو كسبت سويسرا، لكن سويسرا لو تعادلت هتصعد مع البرازيل. بس مين الأقوى يعني عم كلم فنيا لو قلنا سويسرا وسربيا؟ لا سويسرا أقوى طبعا. عشان كده أنا مستغربة شوية. سويسرا أقوى، لكن في النهاية أنت بتلعبي على مباراة مهمة، يعني أنت مباراة بالنسبة لك مفصلية، فأحيانا الامور الفنيه بتحتاج لبعض الدوافع النفسيه والمعنويه فتخلي الامور مختلفه تماما بالنسبه للفرق. طيب نختم بالثامنه، عندك البرتغال برضو خلاص ضمنت التاهل زي ما احنا عارفين. غانا اعتقد يكفيها التعادل برضو في الماتش اللي جاي. أكيد. عندك بقى كده اورجواي وكوريا. من الماتشين البرتغال يعني خلاص صعد زي ما قلنا. غانا اورجواي، غانا لو خسرت خلاص بره، اورجواي لو كسبت طبعا اكيد مع البرتغال يصعدوا، واكيد هنشوف دور 16 مختلف تماما، الدوافع مختلفه. لغايه دلوقتي اكتر مفاجاه كانت جميله بالنسبه لك واوحش مفاجاه يعني من خلال متابعتك لكل الماتشات الايام اللي فاتت؟ احلى مفاجاه طبعا ليا وليك فوز السعوديه وفوز المغرب. اكيد المفاجاه اللي مش حلوه المستوى الهزيل اللي شفته من الارجنتين، مستوى مش غير لائق تماما، حتى الماتش اللي فازوا فيه الاخير ما كانوش على المستوى. السنغال عامله ماتشات كويسه جدا وكله ده مديرين فنيين وطنيين، حتى غانا المدير الفني بتاعها بس معاه الجنسيه الالمانيه فعاملين شغل كويس جدا. يعني اكيد افريقيا ان شاء الله. طب دي المفاجآت اللي اسعدتك؟ اللي احزنتك؟ اللي صدمني المستوى الهزيل بتاع الارجنتين، ما كانوش على المستوى اللائق ولا المستوى المطلوب. في نفس التوقيت كنت اتمنى تونس تبقى افضل وافضل من كده، لانك عندك عناصر كويسه، بس في عناصر انا مستغرب يعني هو الراجل مغير كتير جدا في الفرقه، فواخد لعيبه مش هي اللعيبه اللي احنا عرفها، في لعيبه اللي هي اللي دايما كنا نشوفهم اساسي، وهاب الخزري دايما كنا نشوفه اساسي دلوقتي في الاحتياطي، علي معلول ما بيلعبش. يعني طبعا هو ليه وجهه نظره، هو حر في وجهه نظره، لكن في النهايه تونس لم تؤدي المستوى اللي احنا كنا مطلوب منها، لانها كانت عندها القدره والعناصر اللي يخليها تعمل كاس عالم كويس مع الاسف يعني. طيب. بس هم عندهم فرصه، بس فرنسا بقى المشكله. صحيح. فرنسا. طيب انا عايزين نختم بقى بسؤال من الساعه، البدل الضائع، وقت البدل الضائع ده ايه الموضوع؟ احنا شفنا شوط ثالث نفسي تطبق في مصر يعني، ده شوط ثالث ها، نفسي تطبق في مصر، بس انا انصح تطبق في مصر الماتش واحد يعني انصح المسؤولين. ما انا هقول لك اهو الماتش الساعه 3 نخليه الساعه 2 لانه فيه هيبقى فيه وقت ضايع. الماتش بتاع سموحه في الهاني سليمان محتاج 45 دقيقه ثاني، فطبعا انتوا عارفين هنا بصراحه انتوا اتفرجوا على اي ماتش في مصر؟ اي ماتش اللاعب بيقع في كاس العالم بيقع يعني ايه؟ هيتغير، خلي بالك يقع يعني شفت لاعب وقع ما اتغيرش الا بنسبه قليله جدا. اللاعب هنا بيقع عشان ياخد شويه ميه، شوط الميه يرش عليه شوط ميه يقوم نفس الحكايه ياخده 3-4 دقايق. طب الاحتفال طبعا بيطلع للجمهور ويقابل امه فوق وخالته موجودين في المدرجات ويحضن ويبوسوا الكلام ده، فطبعا الامور ايه بالنسبه لنا محتاجين 45 دقيقه تاني عشان خاطر ايه. طيب بدل 90 دقيقه وقت المباراه 120 دقيقه، وده طبعا شيء كويس جدا.
استاذ عبد المنعم نورتنا بجد والله. او احنا اللي نورناك بقى. النهارده انتوا كنتوا ضيوفي. اشوفك على خير ان شاء الله، واكيد الايام اللي جايه هتحمل المزيد من المفاجآت اللي تستحق ان احنا ندردش مع حضرتك فيها. بنشكرك على وجودك، جزيل الشكر، واكيد شكرنا موصول ليكم مشاهدينا في كل مكان على حسن متابعتكم لينا، وان شاء الله يكون ويك اند سعيد علينا جميعا باذن الله، ونشوفكم على خير يوم الاحد.